يا يعني اهلا بحضراتكم حلقه جديده من رقم عشرة واخيرا اتكلم واخيرا رد واخيرا ادلى بدلوه محمد صلاح يرد على كثير وكثير 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 من الانتقادات بين قوسين الهجوم عليه الفتره الماضيه محمد صلاح النهارده كتب تويت نزل على كل الاكونتس بتاعته على السوشيال ميديا وقال فيها انا بدات امبارح برنامج العلاج والتاهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البدايه وبرضو بص كتبلك لك ايه وبرضو بحبها وبحب ناسها حاولوا اكتر تاني بدات امبارح برنامج العلاج والتاهيل وهعمل كل حاجه ممكنه علشان اكون جاهز في اقرب وقت وارجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البداية وبرضه بحبها وبحب ناسها وحاطط علم مصر عشان ما حدش يفتكر اللي هو بيحبها وبيحب ناسها دي يقصد بيها انجلترا ولا حاجة انتوا فاهمين الناس بت على طول الحق ده كتب ايه حاولوا اكتر وبعدين جاب لك ايه بقى قال لك ايه الايموجي ده بيطلع لسانه للجماهير المصرية يا عم لا اكيد بيطلع لسانه لبعض الناس بين قوسين كده اللي كانوا قاصدين وليهم اهداف في الهجوم والنقد على صلاح اكيد مش لينا والا ما كانش قال قبلها على طول برضه بحبها وبحب ناسها. فاهم؟ في حد النهارده بيقول لك ايه؟ هو يعني ايه الكلام ده اتحرف ده لدرجه انه الناس قالت لك ايه؟ هو ما كانش يقدر يعني يعمل برنامج العلاج والتأهيل هنا؟ هو العلاج والتأهيل هناك احلى؟ ماشي. هرجع للصورة دي تاني بعد شوية بس هقول حاجة. أو خلوها معايا شوية. خلو الصورة دي لطيفة معايا. يا جماعة بكل بساطة وهدوء ودون مناوشات محمد صلاح ده أسطورة كرة القدم المصرية أهم لاعب في تاريخ مصر ملهاش علاقة بالحب والكرة ليها علاقة بحجم الإنجازات وحجم التأثير على مستوى منتخب مصر وعلى مستوى تأثير محمد صلاح اللاعب المصري في ملاعب كرة القدم في العالم ومع فريقه على مستوى البطولات وعلى مستوى القارة وكل شيء احنا بنجادل ونتناقش فيه ده واحد اتنين مرة أخرى يا فندم حضرتك لك كل الحريه كل الحريه في انتقاد صلاح في الزعل من صلاح قول والله صلاح كان المفروض يكمل مع منتخب مصر اتفقنا واختلفنا براحتك انا بس مستغرب فكره انه الناس اللي تيجي تقول مثلا ايه يعني مثلا تقول محمد صلاح ده لاعب عظيم واسطوري يقول لك إيه الحق ده بيطبل لمحمد صلاح يعني اولا محمد صلاح ده زي ما قلت لك اهم اسم في تاريخ كره القدم المصريه وربما اهم اسم في تاريخ الرياضه المصريه تاني حاجه ان محمد صلاح هو لاعب مؤثر مع منتخب مصر من 2012 وهو هداف منتخب مصر اكتر لاعب عمل اسيستات واكتر لاعب شارك في مباريات مع منتخب مصر يعني هو كمان لم يقصر مع منتخب مصر محمد صلاح هديك بس حاجه كده ايه تبقى عارفها يعني برضو من الكواليس هديها لك يعني محمد صلاح لا عنده علاقه باعلاميين مصريين ولا بصحفيين مصريين وانا منهم يعني ما ليش علاقه بمحمد صلاح خالص واحنا كاعلاميين او صحفيين مصريين نتعامل مع محمد صلاح زي ما بنتعامل مع ميسي وكريستيانو رونالدو اللي هو نقول راينا فيه من بعيد كده سواء سلبا او ايجابا وهو غالبا مش هياخد باله من احنا بنقول ايه ومش فارق معانا هيقول ايه وبعدين احنا لما يعني نتناوش لو تفتكروا من كام سنه كده على ميسي وكريستيانو هاقعد اقول لك مثلا كريستيانو اعظم لاعب في العالم فانت لي لا انت مش فاهم حاجه ده ميسي اعظم لاعب في العالم والعكس صحيح احنا بنتعامل مع محمد صلاح ان هو كده ده عالمي يعني مفيش حد عايز يطلب محمد صلاح عشان محمد صلاح هيدي له حاجه هيدي له حوار هيجيب له تذكره مجانا في مباراه ليفربول في, في انجلترا هيطلع معاه في في لقاء بعدين النهارده كنت كاتب كده يعني كاتب ان احنا يعني محظوظين ان احنا عشنا الفتره بتاعت محمد صلاح احنا احنا الجيل ده محظوظ ان احنا كان عندنا لاعب مصري عظيم زي محمد صلاح ده بيكسر الدنيا في اوروبا فلقيت واحد بعت لي بيقول لي اه يا عم <applause> انت عايز عايز يسفرك مع قال لي قال انت عايز تسافر معاه اليونان الصيف الجاي قول بقى اللي انت عايز تسافر معاه اليونان الصيف الجاي احنا مش بتوع يونان يا عم يا احنا مش بتوع يونان نا نروح بلطيم مثلا يعني مع حزلقوم زي الصوره اللي هم حاطينها لي ديت حاطين لي صوره فيها حزلقوم حلو يا جماعه اهو <applause> هو كده بالظبط عايز ياخدني معاه اليونان بتكبروا الموضوع اخرنا كده هنطلع على بلطيم يعني حلو قوي بلطيم دي برضو بصراحه اللي ما يعني يبقى يروح ويزورها الحكايه انك انت طول الوقت عايز خناقه سين او صاد يا جماعه ببساطه شديده محمد صلاح اصيب رايح يتعالج في انجلترا هيرجع باذن الله على منتخب مصر في السيمي فاينل والفاينل وده اللي بياكده النهارده لو كان كمل مع منتخبنا في كوت ديفوار اه كنا هنستفيد اللي انت كنت عايزه ده اللي هو ايه استفاده معنويه وهو قائد لمنتخب مصر لازم كان يكمل معاهم بس ممكن ما يلعبش ما يكملش غالبا ما كانش هيلعب لا سيمي فاينل ولا فاينل لو وصلنا لهم ان شاء الله فالاحسن بالنسبه لحضرتك انه يقعد يدينا الطاقه المعنويه والطاقه الايجابيه العظيمه للاعيب المنتخب ولا يروح يتعالج ونحاول نلع... نل... نستفيد منه في ارض الملعب يلعب كوره فين الجدل وفين الخناقه وفين الحوار احنا ليه بندخل نفسنا في حوارات واسعه وبعدين مليار مره هقولها يا جماعه سيبوا اللي يقول يقول يعني كريم قال ان محمد صلاح ما غلطش سين اللي على يمينه قال ان محمد صلاح غلط اللي على يساره قال محمد صلاح اجرم اللي عايز يقول يقول، احنا بقى بنتخانق مع بعض ليه؟ إذا كان هو نفسه بيقول أنا مش شايفكم مش سامعكم. ما بيسمعش يعني ما بيسمعش عشان هو عايز يركز في شغله. احنا بقى بنتخانق احنا احنا بنتخانق مع بعض ليه؟ وتلاقي واحد راضي على واحد تاني يقول له يا, ب... يا ب... انت مش ع... انت عمل... وانت بتطبل وانت وانت وانت. وبأسوأ الألفاظ. ليه؟ عادي يعني، أولاً احنا كلنا بدون استثناء إعلاميين وجمهور وشعب مصري بالكامل. كلنا عندنا هدف واحد اكيد لمنتخبنا ربنا يكرمه ان شاء الله في كاس الامم الافريقيه كلنا نفس الهدف صح احنا بقى في اللي تحت الهدف الاساسي ده بنختلف ليه مش بنختلف بنتخانق ليه ما تفهمش ما تيجي نعمل حوار ما تيجي نعمل كاس لدرجه ان النهارده يعني هقول لك, هقول لك هقول لك التفصيله ناس كتير قوي من اللي كانت تنتقد محمد صلاح او تهاجم محمد صلاح هو مستكبر علينا ليه ما يخش يكتب كلمتين ولا يقول اي كلمتين تمام هما هما نفس الناس والله عن مراقبة بشوفهم يعني الراجل دخل كتب الكلمتين قال ايه ده إيه ده هو يصح يعني يطلع لسانه للجماهير المصريه يعني ما هو لسه قايل بحبها وبحب شعبها وبحب الناس فيها وبحب ناسها اكيد مش بيطلع لسانه لناسها اللي هو لسه قبلها بسطر بكلمه كاتب بحبهم هو بيطلع الايموجي بتاع اللسان ده لبعض الافراد اللي كان نواياهم السليمه ضد محمد صلاح بطريقه النقد والهجوم وهكرر تاني محمد صلاح يا جماعه لعمره اثر مع منتخب مصر لا في تصفيات ولا في بطولات وراجعوا كل الاسماء الافريقيه التاريخيه في المنتخبات الكبيره اللي على مستوى محمد صلاح مستوى الصف الاول في العالم ده تلاقيهم اعتذروا على منتخبهم في بطوله اعتذروا عن منتخبهم في مباراه اعتذروا عن منتخبهم في تصفيات قلت لهم عملوا كل حاجه انت بتتكلم انا بقول لك على مستوى الارقام انا مش 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 بقول لك كلام حبا في محمد صلاح وكان حب محمد صلاح ده لما تقول مثلا ايه دلوقتي لما تقول انا بحب محمد صلاح الحق ده بيحب محمد صلاح المجرم الشرير ايه العيب يعني شفتوا حد زي محمد صلاح ده قبل كده مع كامل الاحترام لكل اساطير ونجوم كره القدم المصريه هو عدى علينا محمد صلاح ده قبل كده ده احنا بنقول يا رب ربنا بس اللي عالم بالغيب يعني وباللي هيحصل في المستقبل بس هل انت حتى شايف في المستقبل القريب حد زي محمد صلاح ما احنا بكره ان شاء الله يعني لما محمد صلاح بعد وقت طويل يعني يعتزل كره القدم هنقول ياها ولا يوم من ايامك يا محمد صلاح احنا ما بجناش لعيبه زي محمد صلاح تاني ليه تلاقي واحد يقول لك الحاجات اللطيفه يعني يقول لك كريم يا كريم محمد صلاح ما بيحبناش أه دليلك ايه يعني جبته منين ده هات لي كده الصوره بتاعت التويت اللي نزلها محمد صلاح تاني عشان ناس كتيره ما خدتش بالها باللي جاي ده ملحوظه مهمه جدا مش تعرف برضو العقليه بتاعت لاعب عالمي يعني ان كل حاجه وليها هدف هات لي الصوره بتاعت التويت عدت عليكم الصورة دي وطبعا ناس كتير بتقول هو الصورة دي اللي منزلها ليه ما نزل صورة بوشه ليه هو كاتب التويت تحت كده وش معنى الصورة دي يعني ما هي الصورة دي ليها رسالة الراجل ده لما كتفه اتخلع اتخلع في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2018 أمام ريال مدريد مشهد سيرجيو راموس الشهير جدا والراجل ملحقش أول مباراة في كاس العالم وكان مضطر انه يلعب مع منتخب مصر بعد ما خسرنا المباراه الاولى مضطر يلعب مع منتخب مصر المباراه الثانيه والثالثه بيلعب وهو لسه مصاب في مباراه روسيا ومش قادر ينزل على على دراعه اللي كان مخلوع اللي بعد البطوله فضل يتعالج منه تاني عشان يساعد منتخب مصر لا هو هنا هو بقى اصابه اهي رسمي عزمي نظمي لا هو قال انا بعتذر لمنتخب مصر مش شارك معاكم معلش في البطوله ولا ليفربول يا جماعة ضغط وكان من اتحاد الكورة وقال لهم لا محمد صلاح مستحيل يلعب ولعب هو مصاب مش قادر ينزل هو ساند بإيده التانية عشان مش قادر ينزل على إيده اللي المفروض ينزل عليه يا جماعة ده ظلم ببساطة والله ظلم اللي بيحصل ده ظلم ظلم للمنطق يعني اللي هو فين التقصير اذا كان المنتخب جهاز فني راضي الناس الدكتور بتاع المنتخب راضي رئيس البعثه راضي المشرف على المنتخب راضي لاعبي منتخب مصر راضيين ان محمد صلاح يسافر ليفربول ويتعالج عشان يلحق يلعب مع منتخب مصر احنا بقى عاملين ازمه ليه انت عارف امتى تتضايق لو حتى جات لك تسريبه واحده انا كان نفسي يجيلي تسريبه واحده عشان اريحك تسريبه واحده في المنتخب هناك في كوت ديفوار ان صلاح باعهم إنه مثلا حد قال له صلاح ما تخليك قاعد معانا فصلاح مش لكن كل الكلام اللي جانا من هناك ايه؟ إن هم اللي كانوا بيقنعوا صلاح إنه يسافر بسرعة عشان يلحق يتعالج. إن صلاح قبلها بيومين قبل مباراة كاب بيومين كان المفروض يسافر وقال لهم لا أنا مش همشي لما مباراة كاب تخلص. والله أنا دايماً بحاول وأنا بحلل أموري مش بحللها بمنطق الحب والكره. أنا بحب صلاح جداً. جداً أعظم لاعب شافته عنيا. وزي ما كتبت النهارده على تويتر انا محظوظ من المحظوظين اللي عاشوا فتره محمد صلاح مع منتخب مصر في الكوره يعني بشكل عام بس الحب ده ما يخلينيش ما المواضيع بشكل منطقي فين بقى الغلط انا عايز امسك الغلط وانا همشي وراك فيه بس فكره انه وتاني من الاخر انا هقولها بصراحه في خلفيات لا علاقه بمواضيع خارج كره القدم استغلوها بعض الناس عشان يهاجموا محمد صلاح في كره القدم يعني ايه يعني ممكن هم مستنيين محمد صلاح موقف في الموضوع الفلاني موقف من محمد صلاح في الموضوع العلاني موقف من محمد صلاح في الموضوع الفلاني ده بالطريقه اللي انا عايزها مش اللي هو عايزها محمد صلاح مثلا فما عملش كده محمد صلاح فلا يبقى انت مش مش صاحبي وحبيبي انت لو عملت اي حاجه في كره القدم انت مش عاجبني طب انا اتصبت لا تتصاب ليه طب انا يا جماعه لازم اخرج من الماتش بتاع اللي قبل ماتش ماتش غانا عايز اطلع في ماتش غير عشان انا لي جالي شد في العضله. لا ما تكمل وخليك راجل وورينا بقى الرجوله في الملعب وبتاع. طب ما الاصابه دي ما ينفعش اجري بعدها. ما يبقى انت كده بتهزر. اه ده الحق ده مش قاعد على الدكه. لا الحق ده طلع قاعد على الدكه. ايه ده؟ بصراحه يعني في نقطه بقى ثانيه خالص. النهارده محمد صلاح على كل الاكونتس بتاعته كتب الحكايه دي ان هو بيحب هاتوا لي التويت ثاني يا جماعه. انه بيحبنا اهو. انه برضه بحبها وبحب ناسها حاولوا اكتر يعني تويت ديت الحرف اللي بيكتبه محمد صلاح بيلف في العالم تمام النهارده الناس هتعرف ايه في العالم بقى كله ايه ده هو الجماهير المصريه بتهاجم محمد صلاح هو محمد صلاح بيرد على الجماهير المصريه وبيوضح لهم حاجه هو صحيح يا جماعه في جمهور ممكن في العالم ما يحبش محمد صلاح ده احنا هنا بنعشقه وهو مش ابن بلدنا هو ابن بلدهم ومش عارفين يحبوه بعض الناس منهم يعني عشان دايما بقول كده بعض الناس اللي ممكن تكون تهاجم محمد صلاح لكن الاغلبيه العظمى من الشعب المصري يحب محمد صلاح بس تفهمين احنا بنوصل ايه كمان رساله ابننا ابننا بنهاجمه ايه ده ماشي دي حكايه محمد صلاح ربنا يا رب يشفيه ويعافيه وزي ما وعدنا النهارده كده باذن الله يرجع ليه منتخبنا في اقرب وقت ممكن سليم معافى باذن الله ويشارك مع منتخبنا اه حد اخر حاجه معلش حد تاني يقول لك ايه يقول لك يعني هو هيجي لنا على النهائي وينزل يلعب النهائي وياخد هو كاس البطوله هو اللي يشيله اه ايه المشكله؟ ما هو برضه اللي شارك مع المنتخب في التصفيات والبطولات اللي قبلها والبطولات اللي قبلها والبطولات اللي قبلها, اللي قبلها. وبعدين هو معلش يعني, يعني هو لو جه على المباراه النهائيه على طول قبلها كان بيتفسح كان بيستجم ما هو مصاب يا جماعه ما يجي يجي يلعب خمس دقائق في المباراه النهائيه كمان ما بيلعبش المباراه كلها لو هو مستلم 100% ايه اللعيب في ده برضه؟ ماشي دي حكايه محمد الشناوي واحد من الاسماء الكبيره التاريخيه ايضا في منتخب مصر واحد من اهم اللاعبين في منتخب مصر أه قبل ساعات من عمليه المنظار اللي خضع ليها اليوم في المانيا أه بمعرفه الخبير الالماني فلورين هاستر والمتخصص في اصابات الكتف بعد الاصابه اللي تعرض ليها في مشاركته مع منتخب مصر في المباراه الماضيه في كاس الامم الافريقيه امام كاب بيردي. دكتور احمد جاب الله طبيب النادي الاهلي بالتنسيق الكامل مع دكتور محمد ابو العيله طبيب من المنتخب حرصوا على الاطمئنان على نجاح العمليه اللي اجراها النهارده محمد الشناوي ومحمد الشناوي مبدئيا كده هيغيب ثلاثه اشهر عن النادي الاهلي مبدئيا يعني العمليه بعد فتره غياب ثلاثه اشهر ممكن تزيد شويه مع فتره التاهيل و المهم العمليه نجحت وان اللاعب كويس وده اهم حاجه بالنسبه لنا طيب مين بقى هيكون بديل محمد الشناوي في النادي الاهلي احكي لك الحكايه احكي لك الحكايه ما خلاص البطوله هتخلص الاهلي هيفتقد هو كمان محمد الشناوي مش بس منتخب مصر اول واحد محمد ابو جبل محمد ابو جبل والبنك الاهلي البنك الاهلي من حيث المبدا يرفض تماما رحيل محمد ابو جبل في هذه الفتره الى النادي الاهلي وشايفين ان هو الحارس الاساسي للفريق وان الحارس او الحراس الاخرين ممكن ما يكونوش في نفس مستوى محمد ابو جبل وان هم ما كانواش حاطين في خططهم ان هم هيشتروا حارس في يناير وبالتالي البنك الاهلي من حيث المبدا قافل قصه انتقال محمد ابو جبل الى النادي الاهلي. الناحيه الثانيه سيراميكا كليوباترا عشان محمد بسام سيراميكا كليوباترا ما عندوش مانع انه يسيب محمد بسام للاهلي اعاره بس هو طالب ايه؟ طالب في المقابل مصطفى شوبير فالنادي الاهلي قال لسيراميكا كليوباترا طب انا كده عملت ايه؟ ده انا عايز حد مع مصطفى شوبير طب خدوا حمزه علاء الاهلي بيقول لسيراميكا كليوباترا خدوا حمزه علاء فسيراميكا كليوباترا قال له قال لهم انه حمزه علاء هيشارك في الاولمبيات مع منتخب مصر مش هيبقى موجود معانا هنخسر الحارس وعندنا حارس اخر موجود برضه في المنتخب المصري الاولمبي ومش هيشارك معانا وبالتالي هتبقى الامور عندنا صعبه جدا في فكره حمزه علاء فراح واحد مصطفى شوبير خدوا محمد بسام ودي طبعا هتعمل مشكله للاهلي عشان كده الاهلي فعلا ما حلهاش يعني. طيب. تسالني عن الرأي ومالوش علاقه بقى باسماء يعني هو ليه الحارس يعني محمد بسام من احسن الحراس الموجودين في الدوري من احسن الحراس الموجودين في الدوري المصري بصراحه مش بس السنه دي من سنوات ماضيه. بشوف دايما انه حظه وحش جدا في فكره الانضمام للمنتخبات يعني. بس محمد بسام 33 سنه 33 سنه. محمد شناوي دلوقتي اصيب ففرصه للنادي الاهلي انه يبدا يبص على حراسه اللي بين قوسين المفروض اسمهم شباب يعني مثلا مصطفى شوبير ده عنده 24 25 24 سنه 24 سنه دلوقتي تمام هو هيلعب امتى وبعدين النادي الاهلي ابقى على مصطفى شوبير ما كانش بيطلع عارة ولا بيع عشان في الظروف اللي زي كده يفضل يجهزه يجهزه يجهزه, يجهزه. لو وقع الشناوي لو عايز لطفي في اتباع فيبقى مصطفى موجود طيب خلاص ما يلعب مصطفى شوبير يا جماعه يلعب يلعب يعني ياخد وعلى فكره والدي يكون عنده اخطاء وحد يقول لي ايه مصطفى شوبير مصطفى شوبير يعني انت عمال تتكلم عنه لا يا حمزه علاء لو مش عاجبك مصطفى شوبير يعني لو المدرب مش عاجبه مصطفى شوبير لاعب حمزه علاء 20 21 22, 22 سنه مثلا لاعب حمزه علاء مش لازم الحارس يبقى حاجه و30 سنه عشان يبقى يلعب في النادي الاهلي او الزمالك عادي يعني فلو مش عاجبك مصطفى شوبير لاعب حمزه علاء ومش لازم تلف حوالين نفسك تدور على حارس مرمى كبير عشان الحارس اللي انت هتجيبه النادي الاهلي ما هو بجاول لو جه النادي الاهلي ما هو هيغلط وبسام هيغلط والشناوي كان بيغلط مصطفى شوبير لو لعب هيغلط لو حمزه علاء لعب هيغلط بس لما يغلط الحارس بتاعك الصغير هياخد خبرات بعد سنتين تلاتة يبقى عندك 26 27 سنه حارس كبير وحارس دولي يقعد معاك عشر سنين 11 سنه قدام فانا برضو مش عارف ليه الاهلي بيدور على حارس مرمى بصراحه يعني طيب نكمل تاني مع منتخب مصر نرجع تاني لمنتخب مصر الدكتور محمد ابو العلا طبيب منتخب مصر بيرفض تماما اي فكره لمشاركه امام عاشور في المباراه القادمه وكده كده بروتوكول الفيفا يمنع ان امام عاشور يشارك في مباراه الكونغو القادمه لازم يقعد ست ايام بعد اصابته بارتجاج في المخ هو بيقول ان حاله امام عاشور هي حاله جيده وحاله كويسه بس لازم يتحط تحت المراقبه وتحت الملاحظه اكتر عدد من الايام ويكون مشاركته في التدريبات مشاركه تدريجيه خدوا بالكم انه دايما الاصابات الراس دي او الارتجاج في المخ ممكن يبقى ليها مضاعفات ممكن يبقى ليها اي مشاكل حاجات ممكن ما يشوفهاش الدكاتره والاطباء في لحظتها فلازم يحصل مراقبه للاعب هو اللاعب حالته الحمد لله الحمد لله المبدئيه يعني زي الفل زي ما انتم شايفين كده الصور عظيمه جدا والراجل اهم حاجه بالنسبه لي امام عاشور يبقى كويس وزي ما قلت يومها يعني امام عاشور يبقى كويس وبصحه جيده اهم من اي حاجه تانية اهم من اي مباراه اي لاعب يعني مش امام عاشور بس اي لاعب صحته وحالته اهم من اي حاجه تانية. فان شاء الله يبقى كويس ويرجع مع منتخب مصر في بس هو مش موجود في مباراة المباراة القادمة أمام الكونغو طيب في نفس السياق النادي الأهلي تواصل مع إمام عاشور واطمن عليه كابتن خالد مدير الكرة وتأكدوا تماما إنه حالته كويسة ونصحوه إن هو ما ينزلش في المران أو ياخد مخاطرة إلا لما يكون جاهز بنسبة 100% زي ما طبيب المنتخب قال وهم التزم تماما بتعليمات طبيب المنتخب هم بيخافوا من فكرة إنه إن اللاعب يجازف يعني بقى رغبته عايز يلعب فهو اللي يضر اللاعب فقالوا له التزم بكلام طبيب المنتخب ما تعملش اي حاجه من نفسك تبقى زياده عليك وممكن تاثر عليك صحيا لا قدر الله. طيب دي حكايه بمناسبه امام عاشور كده امام عاشور خلاص مش هيبقى موجود في مباراه الكونغو للاسف محمد صلاح مش موجود كمان في مباراه الكونغو محمد الشناوي مش موجود في مباراه الكونغو والله يكون في عون روي فيتوريا والباقي رجاله بس دول برضو عناصر أساسية يعني شناوي أساسي صلاح أساسي إمام عاشور في الفترة الأخيرة أساسي فثلاث ضربات في ثلاث مباريات في دور أول حاجة صعبة جدا طيب التشكيل بقى اللي بيفكر روي فيتوريا انه يلعب بيه المباراه اللي جايه هيكون كالتالي تحديدا وسط الملعب عشان اشرح لك الوضع محمد ابو جبل في حراسه المرمى محمد هاني ظهير ايمن محمد عبد المنعم واحمد حجازي في خط الدفاع وجنبهم محمد حمدي في وسط الملعب هيلعب بحمدي فتحي ومروان عطيه وزيزو وفي الهجوم الثلاثي مصطفى محمد وعلى يساره عمر مرموش وعلى يمينه محمود حسن تريزيجيه طيب ده اللي جاي من هناك بس انا برضه عايز اديك راي انا عارف ان الراي ده قد يبدو صادم لبعض الناس بس هديك رأيي راي وخلاص راي الفني يعني لو تسمح يعني وسط ملعب منتخب مصر في مباراه فيها قدرات هجوميه كبيره جدا لمنتخب الكونغو مش منتخب سهل عشان معظم الناس عايز يزوا يلعب في نص الملعب عشان له قدرات هجوميه بس تلعب برده مع منتخب هيبقى دمه تقيل ما تستسهلش الكونغو خالص اللي اتفرج عليها في ثلاث مباريات اللي فاتوا منتخب تقيل يعني انا رايي تلعب مروان عطيه رقم سته عادي وتلعب بحمدي فتحي على الشمال ثمانيه وتلعب على اليمين ثمانيه محمد النني هتقول لك يا كريم بس محمد النني ما ما اظهرش مستواه كويس المباريات أول مباراة في كاس الامم الافريقيه محمد النني المركز المثالي بالنسبه له يلعب تمانية مش ستة مش اللي قدام خط الدفاع على طول اللي يلعبه مروان عطيه بامتياز يلعب تمانية هيبقى هاجل في التغطيه خلف الاجنحه في انك تنقل معاك كرة بشكل كويس انه يحول الهجمه بشكل كويس انه يبني الهجمه بشكل كويس في تفاصيل حلوه يعملها محمد النني في مركز رقم تمانية وبرده له ادوار هجوميه جيده فانا اتصور لو عمل كده في المباراه اللي جايه هيعرف يامن شويه برضو الفراغات اللي بتحصل في خط الدفاع ده لما يبقى امام عاشور عفوا لما يبقى مروان عطيه وحمدي فتحي ومحمد النني الثلاثه دول هيعملوا ستاره حلوه قدام خط الدفاع تريحنا شويه من المشاكل اللي ورا والباقي بقى على مصطفى محمد وتريزيجيه وعمر مرموش او زيزو لو لعب بقى بزيزو في تشكيله اساسيه كجناح ده رايي يعني مجرد راي طيب للاسف للاسف يعني كاف اعلن التشكيله الافضل في دور المجموعات بكاس الامم الافريقيه وما فيهاش ولا لاعب مصري للاسف يعني حاجه وحشه قوي بس تمام ان شاء الله في الاخر في الاخر يعني في اخر بطوله تبقى الجوائز كلها للاعبين المصريين ويبقى هم احسن لاعبين في البطوله جيسوس اوناو آه لاعب او حارس غينيا الاستوائيه ده في التشكيله في خط الدفاع ارسل ماسوكو من الكونغو الديمقراطيه ونايف اكرد من المغرب كاليدو كوليبالي من السنغال واشرف حكيمي من المغرب في خط الوسط عز الدين أوناحي من المغرب وسفيان مرابط من المغرب ولامينا كمارة من السنغال وفي الهجوم اسماعيل صار السنغال وميليانو سوي من غينيا الاستوائيه وجيلسون دالا من انجولا للتشكيله المثاليه لدور المجموعات في كاس الامم الافريقيه مش دي حكايه ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرمنا باذن الله في اخر البطوله عندنا افضل لاعب وافضل حارس متوسم خير على فكره جدا في محمد ابو جبل ان شاء الله على فكره محمد ابو جبل عمل سمعه عظيمه جدا في البطولات الافريقيه وفي القاره الافريقيه بسبب البطوله اللي فاتت وان شاء الله ينزل المباراه اللي جايه بثقه ان هو حارس كبير في القاره الافريقيه مش بس في مصر يعني طيب امبارح كلمتكم على المنتخب الجزائري وخروجه الصادم جدا من كاس الامم الافريقيه الصادم نزع على المنتخب الجزائري نحب المنتخب الجزائري نعشق لاعبي المنتخب الجزائري ولا نتفهم ابدا فكره ان الجزائر تطلع بشكل مبكر بالشكل ده من كاس الامم الافريقيه في مجموعه قد تبدو قد تبدو سهله نسبيا بالمقارنه بتاريخ وامكانيات المنتخب الجزائري. طيب معايا عبر الهاتف الان الكابتن عبد الرؤوف زرابي النجم منتخب الجزائر السابق وصديق مقرب من كل لاعبي المنتخب الجزائري يا فندم مشرف ومنور سعيد بحضرتك اهلا بيك السلام عليكم تحياتي كل اخوان اهلا تحياتي بيك تحياتي اخي العزيز اهلا بيك يا فندم ايه اللي حصل للمنتخب الجزائري في هذه البطوله نحزن ونزعل على المنتخب الجزائري بكل هذه الامكانيات ومدرب المفروض مدرب, مدرب رائع ولاعبين ممتازين لماذا خرجت الجزائر بشكل مبكر من بطوله كاس الامم الافريقيه اخي عسى ما نقول قدر الله ما شاء فعل المنتخب الجزائري والجمهور الجزائري كنا ننتظر بان فريقنا هذا ال... في كاس افريقيا يذهب بعيد كل بعد لكن قدر ما شاء فعل كان يوجد كان يوجد في المباراه امور خارجه على النطاق لان سبحان الله في ثلث مباراه ما شفت ولو مره الفار رجع باش يشوف الغلطات او يوجد ضربه جزاء ضد بوركينا فاسو يوجد دربة جزائر ضد ضربه جزاء ضد انغولا وهذه هي كرة القدم عندما يكون غلطات تحكيمية هذه هي خرجنا من الدور الأول وما يخفاش عليك بأن كل المنتخبات الإفريقية في تطور كبير وهذه هي كرة القدم لا يا فندم أنا أنا بداية بس بداية عايز أسألك هل تحمل التحكيم خروج المنتخب الجزائري من كأس الأمم؟ لا ما نحملش التحكيم 100% لكن التحكيم كان عنده دور كبير في خروج المنتخب الجزائري مم. طيب المنتخب الجزائري تعرض لكثير من الانتقادات اثناء البطوله من الصحافه الجزائريه ومن الجماهير الجزائريه وتحديدا رياض محرز، هل انت مع كو... هل انت كنت مع هذه الانتقادات ولا كنت رافض هذه الانتقادات لنجم المنتخب الجزائري رياض محرز؟ انا اخي كنت رافض هذه الانتقادات لان رياض محرز لاعب كبير استطيع ان انتقده كلاعب في المباراه في كاس افريقيا ما قدمش الكثير، هذا استطيع الانتقاد لان كرة القدم كل مقابلات شفناها، لكن احتراما لهذا اللاعب الكبير وما يقدم منذ قدومه للمنتخب، منذ قدومه للمنتخب هذا يستاهل بان الناس تكون عندهم ريسبكت لهذا اللاعبين الكبار كما شفنا لان كل الفرق عندهم لاعبين كبار، الجزائر عندنا احنا رياض محرز ام مصر عندهم محمد صلاح هادو لاعبين كبار ولازم يكون الانسان حتى يكون انتقاد لازم يكون انتقاد ايجابي أه جمال بالماضي كمان من الاسماء اللي كان من المفروض متوسمه فيها خير الجماهير الجزائريه انه يصنع تاريخ عظيم مع المنتخب الجزائري بس لما فعل كلاعب انه يفعل ايضا كمدرب ولكن أه نتائج مخيبه للامال بالنسبه للجماهير الجزائريه هل انت مع رحيل او كنت مع رحيل جمال بالماضي ام يستكمل مشواره رغم الخروج المبكر من كاس الامم جمال بلماضي قبل ما نتكلم عليه هو صديق ولعبنا في المنتخب الجزائري لكن كره القدم منذ قدوم جمال بالماضي الحمد لله فزنا في 2019 بكاس افريقيا في مصر اللي ما سهله صحيح بعدين كانوا نكسات ما 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 مريناش الكاس العالم ضد الكاميرون وهذه المره كان الخروج من دور من الدور الاول هذه كرة القدم أخي هو مد كل شيء للفريق الوطني عندما يكون النكسات أظن حيكون تغيير ربما عبد الرؤوف زرابي نجم منتخب الجزائر السابق واحد الاصدقاء المقربين جدا من جمال بالماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله ماشي سمعت طبعا الأخبار النهارده كتير جدا علي معلول ينوي الاعتزال دوليا وقلت لكم الخبر ده كمان امبارح من المنتخب التونسي لسه ما فيش قرار رسمي بخصوص هذا الامر ولكن ده على مستوى المنتخب التونسي اما على مستوى النادي الاهلي فعلي معلول هيكون مع النادي الاهلي في الاسبوع القادم موجود ومنتظم في تدريبات فريقه بعد خروج منتخب تونس من كاس الامم الافريقيه ايضا بشكل سيء جدا يمكن تونس اقل مستوى المنتخب العربي في هذه البطوله للاسف يعني مش متعودين على تونس بالشكل ده دايما تونس منتخب كبير عنده لاعبين رائعين لكن البطوله دي ظهر بشكل غير جيد بالمرة عموما علي معلول هيرجع للنادي الاهلي والنادي الاهلي هيبدا يتناقش معاه بشكل رسمي في مساله تجديد تعاقده اللي ينتهي بنهايه الموسم الحالي الحكايه ايه بقى في قصه علي معلول علي معلول عايز يجدد سنتين الاهلي عايز يجدد له سنه علي معلول عايز يشيل بند نسبه المشاركات في التعاقد يعني ايه يعني لو الاهلي اتفق معاه على 10 جنيه فهياخد ال10 جنيه دي بغض النظر هيشارك في مباراة كام مباراه تمام ده دايما بيتحط البند دوت انه نسبه المشاركه هتاخد بيها عقدك ما شاركتش كتير مش تاخد عقد كامل شاركت كتير بكل مباراه هتاخد عقدك كامل هو عايز بقى يشيل بند خالص بغض النظر يشارك ما يشاركش هو هياخد عقده بالكامل النادي الاهلي مرحب بده بالمناسبه بس بشرط انه يكون التعاقد او التجديد موسم واحد هيوافق النادي الاهلي على هذا الامر طيب لو موسمين لو موسمين هيرفع نسبة المشاركة دي البند بتاع نسبة المشاركة في الموسم الثاني مش الموسم الاول. الموسم الاول هيسيبوا البند. الموسم الثاني هيحطوا له رفع نسبة بند نسبة المشاركة لكن الموسم الاول هيسيبوا البند عادي. ده لو موسمين، لو وافق هو بقى على موسم واحد هيحطوا الاهلي هيوافق على انه يرفع البند بتاع نسبة المشاركة. دي حكاية. طيب. ده فيما يخص علي معلول. علي معلول من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ كره القدم بالنسبه للمحترفين يعني اداء رائع وكبير جدا ومش بتفهم ازاي المنتخب التونسي لم يستفد من علي معلول من بعد كاس العالم 2018 من بعد كاس العالم 2018 مستبعد معظم الوقت علي معلول من التشكيلة الاساسيه من الكيان الاساسي علي معلول اللي هو واحد من افضل زهراء الجنب في القاره الافريقيه خبرات كبيره عظيمه مستوى رائع رغم كده المنتخب التونسي لا يستطيع الاستفاده من علي معلول طيب خلال الساعات اللي فاتت النادي آه الاهلي بدا مفاوضاته آه مع سيراميك كليوباترا على محمد بسام عشان يضم محمد بسام حارس الفريق وزي ما قلت لكم الوضع بالنسبه لمحمد بسام صعوبته في انه آه الاهلي عايز يديهم حمزه علاء وهم عايزين مصطفى شوبير والاهلي قال مش هينفع اديكم مصطفى شوبير فهم قالوا لا مش هينفع ناخد حمزه علاء عشان هو حارس في المنتخب الاولمبي وهيشارك في الاولمبياد بعد شهرين ثلاثه وعندنا حارس اخر موجود في المنتخب الاولمبي وبالتالي هتبقى الامور صعبه بالنسبه لحمزه علاء ولسه الموضوع معلق بالنسبه لي محمد بس طيب نادي الزمالك في الساعات الاخيره عمل تحويل بمبلغ 4 مليون جنيه لنادي الداخلية ليه؟ ليه؟ عشان يحسم صفقة اللاعب مهاب ياسر بشكل رسمي واللي خلال ساعات ممكن يتم عن انضمامه لنادي الزمالك ومهاب ياسر خلاص ما بقاش يروح ليه تدريبات داخلية في الفترة الأخيرة وغادر جروب الواتساب الخاص بفريق الداخلية تمهيداً لانتقاله رسمياً لنادي الزمالك مهاب ياسر لاعب جيد جدا هيبقى اضافه لنادي الزمالك طيب كمان احنا هنا في رقم 10 تواصلنا مع احد المقربين من اللاعب الفلسطيني ياسر حمد مدافع منتخب فلسطين المشارك حاليا في بطوله امم اسيا اللي اكد اتفاق اللاعب مع نادي الزمالك وانضمامه للنادي هيكون مساله وقت مش اكتر المصدر المقرب من اللاعب قال لنا ان الزمالك اتفق مع ياسر حمد على كافه تفاصيل عقده وإن اللاعب هيتم قيده كلاعب مصري وهيقوم بالتوقيع على العقد لمدة موسم ونصف الموسم بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة آسيا. ياسر حمد كان لاعب قبل كده في النادي المصري البورسعيدي من يناير ليوليو 2022 وبعد كده انتقل لفريق الريان القطري ثم القادسية الكويتي وآخر فريق كان فريق نورس يونايتد الهندي. هو كان آخر فريق ليه فريق هندي وهو حاليًا لاعب حر بعد ما فسخ بعد ما تعاقده مع النادي الهندي الشهر الجاري. طيب دي حكايه. حكايه اخرى. خلال الساعات اللي فاتت الكابتن حسين لبيب رئيس النادي عمل جلسه مع وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر عشان يحسم صفقه انضمام ناصر ماهر الى نادي الزمالك ورئيس مودرن فيوتشر طلب الحصول على خدمات سيد عبد الله نيمار وايضا لاعب الشاب في نادي الزمالك محمد السيد لكن حسين لبيب تحفظ على هذا الامر وتمسك ان الصفقه تكون بمقابل مالي فقط دون الاستغناء عن اي من لاعبي نادي الزمالك ولسه المفاوضات جاريه. الناحيه الثانيه خلصوا بقى دول بقى اللي بيخلصوا بسرعه هنا يعني دلوقتي دول في الدوري المصري بينجزوا قوي. بيراميدز خلص خلاص بشكل رسمي تعاقده مع مروان حمدي من المصري البورسعيدي وكذلك الفتره الماضيه كان الكلام على ان مروان حمدي يروح الاهلي والزمالك وبيراميدز كالعاده خلص الصفقه ب 25 مليون جنيه لصالح النادي المصري انتوا آه عارفين القصه بتاعته كان عنده مشكله مع الجمهور واللي عمله مروان حمدي مع جمهور المصري والجمهور المصري لما بيقفل بيقفل خلاص فصفقه جديده لنادي بيراميدز واحد من اللاعبين المهمين جدا في الدوري المصري، واحد من اللاعبين المهمين ايضا في الدوري المصري اللي ظهر بشكل رائع جدا مع سيراميكا كليوباترا محمود زلاكا ايضا نادي بيراميدز النهارده اعلن انضمامه للفريق واحد على فكره من اللعيبه الهايله الهايله لا كمان لما هيبقى مع بيراميدز هيعمل شغل عظيم جدا مع سيراميكا كان عامل شغل عظيم جدا ومع بيراميدز هيعمل ايضا شغل شغل عظيم جدا، طيب النهارده منتخبنا الوطني تاهل الى نهائي بطوله كاس الامم الافريقيه بعد ما فاز على منتخب تونس بنتيجة 30 25 عندنا مباراة في النهائي أمام المنتخب الجزائري إن شاء الله ربنا يكرمنا فيها الفائز بهذه البطولة يصعد لي أولمبياد باريس فلازم نكسب مواجهة الجزائر القادمة إن شاء الله يوم السبت اللي جاي ربنا يكرمنا بإذن الله ونحصل هذه البطولة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد بعدها نحصل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بس قولوا يا رب يا رب يا رب إن شاء الله لسه كمين مع حضراتكم بعد الفاصل هيشرفني وينورني الزملاء الاعزاء محمد جمال وابراهيم جاد وسمر صلاح نلف لفه كده على اللي حصل في دور المجموعات في كاس الامم الافريقيه خليكم معانا. اهلا <applause> بحضراتكم يعني مع مره اخرى يشرفني وينورني الاصدقاء الاعزاء جدا محمد جمال وابراهيم جاد وسمر صلاح هنتكلم عن ما حدث في دور المجموعات في كاس الامم الافريقيه وكلام اكبر طبعا عن منتخبنا الوطني فقره ان شاء الله هنلم بيها اللي حصل كله خليكم معانا طول الفقره عشان فيها حاجات مهمه جدا وحاجات حلوه جدا اسامر منوره الدنيا كالعاده اخبارك ايه الحمد لله كله حلو كله حل. <applause> كل حلو انا كله بيبقى حلو لما ببقى معاك <applause> يا رب يخليك انت منوره من الدنيا دايما جيمي منور من الدنيا كالعاده اخبارك ايه كله زي الفل الدنيا جميله معاك كله حلو مبسوط حسك انت بتبقى بعد الساعه 12 وتنبسط <applause> ازيك يا ايمن اخبارك يا حبيبي كله زي الفل الحمد لله الحمد لله زي الفل يا رب دايما طيب هسالكم شوية الأول عام يعني بوصف انا انا كريم يعني بوصف البطوله دي انها معفرطه في حاجه غريبه كده مش فاهمها حاسه كده مفاجات مفاجات بالجمله يعني دور المجموعات كله ما كانش في اي نتيجه منطقيه تقريبا يعني صح وكل التوقعات كنت اللي عندك هنا من شهر قلت لك الجزائر هتكمل تونس هتكمل صح مفاجات كلها مستحيل احنا تاهلنا بثلاث ثلاث نقط اه ما وتلاقي غينيا الاستوائيه بتطلع وتلاقي نيابيريا بتصعد وتلاقي منتخبات موريتانيا طبعا دي نفرح لها جدا موريتانيا انها تصعد بس المنتخبات ما كانتش متوقع ابدا انها تصعد طيب بشكل عام يا جيمي بطوله اه فيها مفاجات كتير لكن ده في, في الاخر انت تقدر تاخده بشكل ايجابي او بشكل سلبي بشكل ايجابي انه ال الفروق التنافسيه الكبيره اللي بقت اللي كانت موجوده قبل كده بافريقيا بقت مش موجوده بتتكلم على منتخبات زي ما انت قلت غينيا الاستوائيه بتتكلم على ميبيا كاب فيرد بتتكلم على غينيا مكمله وموجوده في دور ال 16 على مفاجاه موريتانيا اه كان عندنا تجربه عظيمه جدا في النسخه اللي فاتت تجربه جامبيا لكن النسخه الحاليه لا عندك فرق كتير واسامي كتير انجولا بتتصدر مجموعه فيها الجزائر وفيها بوركينا فاسو فرساي هان طول الوقت موجودين بوركينا فاسو كانت قريبه جدا من اتاهل كاس العالم أه بروكينا فاسو معانا في مجموعتنا في أه أه تصفيات كاس العالم الحاليه منتخب قوي جدا الجزائر اسم كبير كل المنتخبات دي مش موجوده بتتكلم على ناميبيا بتصعد على حساب تونس أه فانت بتتكلم على انه الفروق ما بقتش موجوده زي الاول بتتكلم على ان في بعض التجارب أه الجيده في بناء قاعده عملية التطور بقت موجودة، موريتانيا بالمناسبة مش والدة الصدفة، بقى لها خمس ست سنين بيحاولوا يعملوا عملية التطور، م. استقدموا أمير عبده علشان يعملوا ده، مش يخش في تفاصيل كتير لكن في النهايه لا الكره بتتحول جوه افريقيا الفروقات هتبتدي تقل اسامي كبيره زي غانا اسامي كبيره زي الجزائر زي تونس ودعت البطوله بدري في فرق بتتولد من اول وجديد وفي فرق مكمله زي السنغال والمغرب دايما نسمع الجمله دي من سنين يعني ان الفروق بقت صغيرة ومفيش فروقات كبيره بين المنتخبات الافريقيه بس عاده يعني المنتخبات الكبيره هي اللي كانت بتسيطر الان نشاهد الفروقات فعلا مش موجوده بقى مش بقت بايت قريبه ما بقتش موجوده ايه اللي حصل هو ممكن نقولها كده بالبلد شويه المنتخبات الصغيره بقت بتخربش حلو. ما بقاش في حد قاعد مستني ان انا هنزل اتضرب بس وخلاص صح. واخسر وخلاص رايح اللي هو هلعب الثلاث ماتشات و... وارجع بلدي لا ما بقاش في حد بيعمل كده المنتخبات الكبيره كمان هي كانت من اسباب تقليل الفروقات دي لان المنتخبات الكبيره بقت في منها متكل على اسمه اكتر ومعتمدين على ان احنا غانا احنا تونس احنا الجزائر ما بقاش في زي ما كان بيبقى موجود قبل كده تعامل بشكل علمي بشكل ان هم بيحاولوا يطوروا دايما بنشوف اجيال بتسلم بعض في المنتخبات دي فمحافظين على نفس الريتم بتاعهم ومنهم منتخب الكاميرون على سبيل المثال رغم صعوده يعني لكنه برضه في حاله سيئه بالظبط وكوتيفوار كتير بقى الناحيه التانيه لما تبص المنتخبات ومشاريع صغيره في منتخبات بدات تتطور زي كاب فيردي زي موريتانيا زي مالي على طول بنشوف غين فيها لكن غينيا الاستوائيه غينيا كل المنتخبات دي أنجولا طبعا بتتصدر مجموعتها كل المنتخبات دي بدات تتعامل بشكل علمي اكتر، بداوا يروحوا لمدارس تدريبيه مش زي الاول ان هم اي مدرب وبيجي او اي اسم وخلاص، لا بيروحوا يروحوا لمدرسه معينه باسم معين هم عايزين يطبقوا الفكر بتاعه، بداوا يثقوا في المدربين بشكل اكبر وبيحافظوا عليه بشكل اكبر، ف مدرسه المنتخبات الصغيره بدات تتعامل بشكل اكتر علمي اكتر، بدات تدعبس تداو... اكتر والمنتخبات الكبيره بدات تتكل على اسمها اكتر، فالفرق قل جدا لدرجه المنتخبات الصغيره بقت هي ل... دلوقتي هي اللي اللي متصدره المشهد في في الكره حيل. الافريقيه هايل نروح بقى لمنتخبنا الوطني بقى كان كمل على باقي المنتخب بس لازم نبدا بمنتخب مصر الاول منتخب مصر يا سمر طبيعه الحال ان احنا ما قدمناش افضل اداء في في الدور الاول والدليل انه ثلاث نقط بس تحسننا تدريجيا يعني المباراه الاولى امام موزمبيق ما كناش جيدين خالص مباراه غانا الشوط الاول ما كناش جيدين بس تحسنا في الشوط الثاني مباراه كاب فيردي كنا كنا احسن على مستوى الشوط الاول والشوط الثاني بس كان في بعض الاخطاء اللي تسببت في اهداف علينا بنتحسن يعني السهم طالع لفوق بس ايه المشاكل او الاخطاء اللي وقعنا فيها في دور المجموعات ومحتاجين ان شاء الله باذن الله نتلافاها في دور القدم هو اللاعب المصري عموما عودنا ان احنا لازم نحبس الانفاس كده لاخر لحظه ولازم الدراما ولازم يعني نعشق الأهل يعني الاهلي يبقى آه. خلاص على اخر لحظه صح. ولازم يكسب ماتش مهم هنا عشان يتاهل في صح. افريقيا صح. الزمالك يتغلب من ارض سولار هناك ويجي برضه يحبس دم الجمهور هنا نفس صح. الكلام اللي عملوه معانا في المنتخب برافو عليك انا كنت معاك هنا من فتره وقلت لك اتمنى ان فيتوريا يطلع صح للاسف بتقول يا غلط لانه مم. انا شايفه ان المشكله مش في العناصر المشكله في التوظيف مم. في طريقه اللعب مم. انا مشاكلي في مع المنتخب في دور المجموعات طريقه اللعب العند في طريقه اللعب اللي هو يعني صلاح بيبقى متكتف قوي لما بيلعب مهاجم تاني وده اللي شفناه في اول ماتش يعني انا شايفه انه محتاج بس يدي مساحات للعيبه حد مثلا زي زيزو زيزو كان اول ماتش وهو مش عارف يتحرك هو بيطلعش يغطي <applause> فالمنتخب هيبقى هو زي ما انت قلت كده المنتخب كان افضل بس في الاخر هي اول مره في تاريخ المنتخب احنا بنتاهل بثلاث نقط مستقبلين ست اهداف وده رقم كبير جدا يعني هو من سبع تسديدات اتسجلوا اتسددوا ومسجلين مستقبلين سته فده رقم كبير طبعا فلا يعني ربنا يوفق في في الدور اللي جاي يعني انا شايفه برضو الاصابات ما كانتش في صالحنا يعني كان حظنا وحش في اصابه صلاح والشناوي وامام عاشور دلوقتي وامام عاشور طبعا فيعني لا ان شاء الله ان شاء الله نعوض يعني في اللي جاي بس الله. احنا مشكلتنا احنا كمصريين ان احنا بنحب الكوره فاحنا عايزين نشوف اداء زي ما بنشوف النتائج يعني مم. دايما بنقول ايه ان البطولات دي بنكسبها ما بنلعبهاش لا احنا عايزين نكسب ونلعب احنا صح. عايزين نشوف اداء يعني صح حلو كلام سمر حلوه إيه، إيه. يعني يعني ولا مش اكيد مش عارف حاسس مش تاني يعني صوتك كده اقول نفس السؤال ايه المشاكل اللي احنا محتاجين ان شاء الله باذن الله نبعد عنها ونتحسن فيها في دور 16 ورا مع صبر طبعا ان احنا ما قدمناش اداء كبير وقلنا على مستوى النتائج تعادلات والاهداف دخلت فينا بس انا مع فكره التفاؤل اللي هو بنتحسن يعني طالعين لفوق مش نازلين لتحت نعمل ايه والمشاكل اللي عندنا ونعمل ايه عشان ان شاء الله تبقى الامور احسن طيب ألف ب لما تيجي تتكلم على تحلل أداء فريق استقبل ست أهداف سجل ست أهداف طيب الست اهداف اللي سجلهم مفيش مشكله معدل تسجيل بتتكلم على اثنين ممتاز هجوميا ممتاز حلو. حلو. بتتكلم بقى على المشكله ايه المشكله اللي عندك ايه اللي انت عايز تصلحه ايه المشاكل اللي موجوده مشاكل دفاعيه بحته صح. الف ب طيب صح. الناس الناس انتقدت هاني عمر كمال حمدي فتوح حجازي منعم هل المشكله عند دول؟ مم. خالص هل هم في افضل حالاتهم برضو لا مم. برضو لا لكن هل المشكله عند دول الاجابه لا طب تعالى نشوف الاجابه لأ ليه ايه المشكله ايه السر الحقيقي ايه المشكله جايه منين حل. الازمه اللي حصل لنا استقبال 6 اهداف كل فريق بيروح بكورة بيحطها فينا ليه طب تعالى نشوف يلا لو نجاز الحالات بتاع السر الحقيقي ورا المشاكل الدفاعيه اللي موجوده عندنا هل السر الحقيقي ده ورا انخفاض مستوى اللاعبين بس ويسال عنه اللاعبين بس والمشكله بقت في حجازي فجأه وعبد المنعم فجأه وهاني فجأه وفي مبدأ عام في الكره على المستوى تجهز معانا انه لما الاقي في انخفاض في عدد كبير من اللاعبين فانا بتكلم هنا لا ده مروان انا عايز أوه. عايز الـ 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 رقم اتنين الملف اللي بعديه على طول بتاع آه المشاكل الدفاعيه. أوه. فلما يكون عندي انخفاض في عدد كبير من اللاعبين وانا عمال ببدل بشيل باك ليفت احط باك ليفت عمال بأ بشيل باك رايت احط باك رايت لما الاقي ان كل دول كل دول عندهم مشاكل وكل دول مش في حالتهم لازم اروح للمدير الفني اقول له انت المشكله عندك في السيستم اللعب المشكله في طريقه الضغط تعال بص يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم انت بتدافع بص ده الثلاث خطوط بتوعنا انت بتدافع هنا ايه الملحوظ ايه اللي انت شايفه هنا ملحوظ هو احنا كده دي منطقتنا احنا ولا ملحوظ؟ لا احنا كده طالعين برضا اه طالعين بنضغط على كفرد الحارس بتاع ايه اللي م. انت شايفه قول لي انت ان احنا ما بنضغطش عادي لا ان برضغط. المسافه دي كبيره جدا صحيح. جدا, جداً. جدا لو انت عندك احسن لعيبه بتعمل ضغط في الكون ده غير لما اجي لك بقى شويه بعد الضغط احنا بنعمل ضغط كوميدي ما ده بقى كده ان انت ضغطك هنا سيء لا انت ضغطك كوميدي وبتضغط في مساحه لعب كبيره بتضرب بباص وانت بتضغط وحش فبتلاقي عندك مساحات غير طبيعيه بص المسافه اللي موجوده من اول الحارس لحد التلاتة بتوع وسط الملعب قد ايه كل ده فاضي بعديها المسافه ما بين خط الدفاع وخط الوسط قد ايه كل ده فاضي ليه علشان انت الطبيعي الطبيعي بتشتغل على مساحة 40 متر، بتشتغل على مساحة 50 متر، حتى لو أنت ما عندكش حدة الضغط الأمور مش تبقى باينة لأن اللعيبة قريباً من بعضها كومباكت. طب هل ده أثر عليك اثر على شكل المدافعين؟ طب تعالى نروح للحالة اللي بعديها. يلا. اللي بعده. بص هنا كريم، أنت إيه اللي خلى كروش عمل أداء عظيم اللي ما كانش عاجب الناس؟ كارلوس كيروش لما كان بيستخدم مصطفى محمد هل مصطفى كان بيطلع يضغط من هنا لا مصطفى كان بيضغط بيلعب ميديم بلوك بيضغط من على الدايره ليه عشان المسافه تكون صغيره مصطفى لما يضغط يلعب يطلع يضغط على اللعيب رقم ستة علشان ما يخليهوش يستلم هنا انا مطلع مصطفى يضغط على كام يا كريم اثنين سنتر باكات والجون واحد في وسط ثلاثة هيعمل ايه مهما عمل مهما جري يجري على مين ويعمل ايه عشان يعمل ايه زوايا تمرير كلها مفتوحه هنا فين لما راح له الثلاثه بتوع وسط الملعب طب الثلاثه الملعب بيضغطوا على مين على ولا حد الثلاثه بتوع الخط الامامي بيضغطوا على مين على ولا حد هم قريبين بس بس مش انا ما بتكلمش على الاثنين انا ما بتكلمش هنا على مروان وامام انا بتكلم على الثلاثه اللي تحت مصطفى آه. بيعملوا ايه ولا شيء آه. ما بيعملوش اي حاجه ابتدى الراجل ده بيشاور يعني الراجل ابتدى يشاور احنا عايزين نضغط بس امتى وانا سايب اتنين فاتحين الفريم اللي بعده نفس القصه انت عندك هنا دايما بص هنا في اللقطه دي احنا مزومين بص امام عاشور بيشاور لهم بيقول لهم انتوا فين هو طالع يضغط امام عاشور بيحاول يطلع يضغط فدي المشكله اللي كانت بتحصل لما امام بيطلع يضغط من فوق امام طلع ضغط فوق ضغط سلبي بلا نتيجه حد الضغط قليله لان انا بطلع اضغط لوحدي اتنين لعيبه بيبقوا طالعين ضاغطين على اربعه فطبيعي زوايا التمرير مفتوحه في لعيب دايما حر الفري بلاير اللي بيتخلق هما مش محتاجين يتعبوا عشان يخلقوا الفريق اللي بيلعبك فبيطلع بمنتهى السهوله اللي بعده اهو ده اللعيب اللعيب الحر مصطفى طالع هنا ضغط على مين ضغط على واحد الحارس فاضي والسنتر باك الثاني فاضي فطبيعي الكره راحت للراجل ده بدا الهجمه بشكل طبيعي جدا اللي م. بعده نفس القصه بص هنا امام عاشور كان طالع بيضغط فوق ضغط سلبي ما عملش نتيجه بس هو ساب مكانه بتاع مركز 8 اضطر مروان يرحل فاترفعت الخط لفوق فزودت المساحه بص الراجل اللي في وسط الملعب اللي عليه علامه صفراء ده كريم لوحده تماما ايه سبب المشكله ان مروان ما فيش حده في الضغط ان امام ما فيش حده في الضغط من فوق الخط الامامي اضطر يطلع يضغط هو ساب مكانه مكانه بقى فاضي اضطر عمليه الترحيل فضت لعيب هل هم بقى بيعملوا حاجه صعبه الفرقه اللي بتلعبك لا كل الفرق بتخترقنا بالشكل ده ده دليل ان هي مش جوده في الخروج بالكوره وبناء الهجمه عند المنافس هي مشكله عندنا م. طب انت محتاج تعمل ايه روح اللي بعده اللي بعده نفس القصه بص امام فين طالعين كلهم فوق انت طالع بتضغط ضغط عشوائي عندك عدد لكن انت لا قافل زوايا تمرير ولا طالع عندك حده في الضغط وعلى حامل الكره دي في مرحله عدم الحيازه لان انت بتضغط مرتين وانت معاك الحيازه بنعرف نعمل ده لو احنا بنهاجم واحنا بندافع في مرحله عدم الحيازه المفروض انت تبقى قافل زوايا التمرير ضاغط على كل اللعيبه علشان تجبره يحط الكره في مكان معين ده اللي بيعمله الاهلي مثلا مع مارسيل كولر لما الاهلي بيكون في حالته عمليه الضغط العكسي اللي بيعمله مارسيل كولر هي معتمده ان انا بضغط كمجموعه وبرجع كمجموعه فانا لما بتحرك كمجموعه دايما مقلل مسافاتي ضاغط بشكل ممتاز قادر ان انا استعيد الكره طب انا ده كله لا ضغط ولا قفلت مساحتي اللي بعده بص هنا حجازي الكره دي لما لما جي جي لك في الواسع لما اعمل زوم اوت الكره الراجل الحجازي سايب مكانه الكره دي عملها عبد المنعم لو اوريك الخريطه الحراريه بتاع حجازي وعبد المنعم في اخر 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 صورتين في الـ في السيجمنت ده هتلاقي ان طول الوقت حجازي وعبد المنعم بيتحركوا في مساف مساحه مساحه طوليه كبيره جدا فانت لما بتسيب مكانك المساحه اللي بالعرض فضيه كمل اللي بعده فيبان ان هم وحشين كمل اللي بعده بص حجازي طالع فين دي قلت لك انا زوم اعمل لك زوم ان بص زوم اوت بص حجازي فين حجازي طالع هنا ليه؟ ساب مكانه، فضل المكان بقى فيه مساحه كبيره جدا طبيعي جدا يطلع بصح جول، اللي بعده. بص دي الخريطه الحراريه بتاعت اول ماتش بتاعت محمد عبد المنعم واحمد حجازي. هل طبيعي ان السنتر باك بتاعي في مباراه انا كنت فيها وحش جدا؟ في مباراه كنت وحش جدا، دي تبقى الخريطه الحراريه بتاعت الاثنين سنتر باكات. بصوا واصلين لحد فين؟ الخريطه الحراريه واصلين واصلين لحد وسط الملعب واخدين مسافه كبيره بيتحركوا فيها، ده مش طبيعي، هو ليه بيتحرك؟ يعني بيتحرك مزاجه؟ هو بيتحرك نتيجة ان في مساحة هو بيطلع عشان يغطيها فبيسيب مكانه ساب مكانه بقت كارثة الفريم اللي بعده اللي بعده الماتش اللي بعده تاني مباراة نفس القصة نفس الأزمة مين. هل هو طلع بالصدفة الفريم اللي بعده تالت حاجة عشان انا طولت جدا لا. تال... نفس القصة جبت ابراهيم شاهين يعني. <applause> <applause> طول زي يعني. <applause> <applause> نفس القصه ادي اليمين وادي الشمال حجاز ناحيه اليمين و... وعمالنا من ناحيه الشمال واصلين لحد بعد دايره السنتر أوه. مو صعبه جدا لو أوه. انت كملت بنفس الشكل ده منتخب المغرب عمل انجاز في كاس العالم هو بيلعب فرق اقوى منه بكتير لانه اشتغل في 30 40 متر انت مش قادر تطبق الفكره بتاعتك دي ارجع اشتغل ب 30 40 متر ونبقى نتكلم بقى لما نيجي على التشكيل طي طيب. طيب عايز اسالك يعني يا ابراهيم الشناوي خلاص هيغيب وللاسف خساره كبيره جدا بس معروف حارس مرمى بنفس الواجبات اللي هيلعبها محمد ابو جبل نفس الواجبات بقى كل واحد حسب مهاراته محمد صلاح واصيب من المباراه قبل الماضيه فخلاص عرفنا نشوف هنعوض ازاي اه محمد صلاح لا يعوض ولكن عرفنا ازاي نتعامل الجديد بقى عندنا دلوقتي ان احنا بنفقد امام عشور في مباراه الكون هو امام عشور واحد من افضل اللاعبين في المباراتين الماضيتين كان من افضل لاعبي منتخب مصر كيفيه تعويض امام عاشور واللي كان امام عاشور بيعمله ان شاء الله حد غيره يعوضه بس هنخسره في المباراه القادمه هي المشكله الاكبر في غياب امام عاشور تحديدا يا كريم ان امام عاشور ماليش ما فيش لعيب شبهه في منتخب مصر م. يعني في القايمه اللي موجوده دلوقتي في كوتيفوار مفيش ما فيش لعيب شبه امام عاشور ما فيش لعيب بيقدر يقوم بالادوار اللي بيقوم بها امام عاشور في مصر عموما لا في في, في اللي موجودين في مع المنتخب واللي موجودين داخل الدوري المصري ممكن هم لسه مش لعيبه دوليه او ما خدوش مساحه كبيره ان هم ممكن يبقوا مؤهلين عزيزي. يقوموا بالدور دون في بطوله مجمعه زي دي فبالقايمه اللي موجوده مع منتخب مصر في كوت ديفوار مفيش وارد امام لاعب شبه امام عاشور ليه؟ امام عاشور هو الموتور او المحرك بتاع منتخب مصر من وسط الملعب اللاعب الوحيد اللي قادر أنه يعمل بول كارينج او ياخد الكرة بمسافة 15-20 متر أنه هو يتحرك بالكرة واللعب الوحيد اللي قادر يتحرك ما بين الخطوط ويربط ما بين خط الوسط وخط الهجوم هو اللعب الوحيد اللي قادر يوصل لحد منطقة الجزاء ويسدد أو يدي باص في منطقة الجزاء ما فيش لعب في وسط ملعب منتخب مصر بيقدر يقوم باللي بال... 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 بيعمله إمام عشور بنفس الكواليتي اللي بيعمله إمام عاشور إمام عاشور عنده ميزه تانية ان هو دايما بيبقى متحرك في كل ارجاء الملعب عشان يربط هو دايما بيحاول يبقى هو الفري اللي في في وسط ملعب منتخب مصر هو دايما اللي بيحاول هتلاقيه موجود ناحيه اليمين عشان يبقى هو راس المثلث او الفريمان اللي بيتحرك يخرج المنتخب من الضغط بيتحرك في قلب الملعب يعني لما نيجي نبص على خريطه الاماكن اللي لمس فيها امام عاشور الكره في المباراتين اللي لعبهم سواء قصاد غانا او في المباراه الثانيه دي الاول ارقام امام عاشور معانا هو لعب مجمل مجمل المباريات 195 دقيقة 31 تمريرة اه لان انا مش 31 31 <applause> ح... صحيحة من 80 تمريرة تسديد على المرمى في المباراة معدل يعني 2.3 آ... من 10 1.3 من 10 على المرمى 1.2 من 10 استعاد الكرة في المباراة الواحدة 9.7 يعني 10 كرات تقريبا بيستعيدهم عاشور في المباراه الواحده فدي ارقام زي ما التمريرات المفتاحيه دي بتوضح لك ان هو اللي يعني صناعه الفرص للزملاء ودي اللي كنا بنتكلم فيها إنه بيوصل عند حدود منطقه الجزاء بيصنع الكرة وهو ما كانش بيكتفي بدون استعاده الكرة 10 مرات الاستعاده دي اللي هي او قطع الكرة او التكلين. عشر مرات ده رقم كبير جدا جدا وبيوضح قد ايه المجهود البدني الكبير اللي هو كان بيعمله عشان يغطي مساحه الملعب كله في وسط الملعب سواء هجوميا او حتى دفاعيا ان هو كان بيساعد بمجهوده البدني الكبير دون بيدي بيدي فيتوريا خيار ان هو ممكن في وقت من الاوقات زي ما عمل قصاد كاب او قصاد غانا ان هو يلعب ال اربعة اتنين لانه بيقدر يقوم بالدورين لكن النقطه الاهم بالنسبه لي اللي ما فيش حد شبهه فيها تحديدا هي الجزء الهجومي وحته تحركاته دايما في كل ارجاء الملعب ان هو يربط ما بين الخطوط وان هو دايما يبقى الفريمان لما نيجي نبص لخريطه اماكن استلامه للكوره هنلاقي ان هو موجود بيستلم الكره في كل منطقه في نص ملعب الخصم وحتى في في نص ملعب منتخب مصر هو دايما اللي بيحاول يخرج المنتخب هو دايما اللي بيحاول يبقى موجود سواء على الطرف يمين طرف شمال على حدود منطقه الجزاء بيسدد هو دايما اللي موجود هو اللي دايما اللي بيعمل الربط ده المشكله الكبيره اللي هتواجه روي فيتوريا ان مفيش حد شبهه م. لازم يعني توقعي ان لازم هيحصل تغيير في في طريقه اللعب او في المهام ممكن الخيار اللي اتجه ليه روي فيتوريا في مباراه كاب فيردي او مباراه غانا في في اخرها ال 4 4 2 اتوقع ممكن يبقى حل من الحلول اللي احنا الاول هي دي معانا الخريطه اللي بنتكلم فيها اماكن استلام امام عاشور في في المباراه الاولى قصاد غانا بعد كده لما نروح للمباراه الثانيه هنلاقي برضو اماكن استلامه متفرقه في في الملعب كوره ايه اللي روي فيتوريا ممكن يعمله اتوقع ان هو ممكن الاتجاه لفكره ال 4 4 2 او ال 4 2 2 2, -2. بنبقى يوكل الموضوع ان يبقى اتنين بيفوت في نص الملعب اتنين مهامهم الدفاعيه لا. اكتر شويه ان هم يخرجوا الكره اكتر شويه مروان عطيه لازم هيكون لاعب اساسي من الاثنين بعد المستوى الكبير اللي قدمه اتوقع يكون الخيار الثاني جنبه هيكون هو حمدي حمدي فتحي خصوصا ان محمد النني بعيد شويه عن مستواه من بدايه البطوله هيكون جنبه مروان عطيه حمدي فتحي ممكن دي هتعمل مشكله شويه ان مروان عطيه هو اللي هيكون منوط ليه اكتر ان هو هو اللي يخرج بالكوره من من خط الدفاع هو اللي دايما ينزل يستلم حمدي فتحي ما, بقاش عنده الحته دي بالشكل اللي كان فيه قبل كده بعد ما تحول للاعب مركز 8 اللي بيكمل دايما لمنطقه الجزاء بس ده هيتطلب على المنتخب لو تحول لل 4 4 2 من بدايه المباراه ما ما اتجهش ليها في نص المباراه ان هو يحاول طريقه لعبه وان هو يحاول دايما يخترق من طرف الملعب مش من عمق الملعب ممكن تقول التشكيل انت شايفه افضل لمنتخب مصر قدام الكرو كله أه محمد ابو جبل محمد هاني احمد حجازي محمد عبد المنعم احمد فتوح حمدي فتحي ومروان عطيه محمود حسن تريزيجيه زيزو عمر مرموش ومصطفى محمد أه بس يكون دايما الاتجاه يعني بشوف طريقه اللعب ان يكون خروجنا دايما بالكوره او اختراقنا للكوره من على طرف الملعب ان احنا نحاول دايما نعمل اوفر لود ان ها. عمر مرموش يقدر يتحرك دايما ناحيه الشمال على سبيل المثال يعمل ثلاثي مع تريزيجيه مع احمد فتوح الناحيه الثانيه مع زيزو ومحمد هاني اعتقد دي اللي ممكن تحل شويه مشكله غياب امام عاشور تحديدا. شايف التشكيل مناسب مش هعدل كتير على التشكيل اه جميل عجبني ان جيمي خد نص الفقره لا بس جيمي بس جيمي جيمي جميل بصراحه شاطر ايه؟ يعني نفسيتنا السريه نعمل ايه يا بنتي؟ براعتك ما شاء الله والله جيمي جامد تتفق ولا تتفق ولا تحترف؟ لا اتفق طبعا صح شاطر جدا بصراحه حبيبي سمر انت شايفه مش هجاوب ايه؟ اه مش عايز تقولي تعليق على جيمي اصلا مش هجاوب شايفه التشكيل المناسب ايه لمنتخب مصر؟ والله انا مش شايفه اختلاف في اللي قاله ابراهيم بس م. كنا انا وابراهيم بنتكلم قبل الهوا ان آه. هو حاسس ان ممكن فيتوريا يعمل مفاجاه ويفاجئنا كلنا وما ينزلش بابو جبل وينزل بمحمد صبحي اصلا؟ تخيل لا ما اظنش مش عارفه بس احنا آه. فعلا كنا بنتكلم قبل الهوا في البوينت دي ان هو اصلا هو لما لعب مباراه تنزانيا بحد غير الشناوي هو لعب بمحمد لا هو كان عايز يشوف محمد صبحي عشان ما بيلعبش يعني عايز بس يتاكد ان هو تمام جاهز بس اعتقد لا ابو جبل حتى اللي الكلام اللي من هناك ابو جبل لكذا سبب ان ابو جبل رجله في الملعب ده واحد اثنين خبرات كبيره جدا البطوله اللي فاتت موفق جدا فيها عنده ثقه هذه البطوله في الادوار ديت فما اظنش ابدا هيلعب محمد صلاح تصوري يعني بس أعتقد يعني انا برضو علامه استفهام كبيره اللي انا مش فاهماها هو ياسر ياسر ابراهيم فين؟ مم. ما هو انت لو لعبت بياسر ابراهيم جنب محمد عبد المنعم انت مم. هتوفر على نفسك انسجام الاثنين متعودين على اللعب جنب بعض ياسر يعني اختلف جمله وتفصيلا ليه طيب ياسر لعيب عظيم مدافع هايل مم. بس التقليل من احمد حجازي او ان احمد حجازي مش في مستواه مش بقلل بس انا هقول تفصيله يعني بس انا انا في بدايه كلامي قلت لك انا مش معترض على العناصر انا معترض على لا, لا لا انا اقصد انا اقصد التقليل من احمد حجازي في البطوله دي مش بتكلم بشكل عام احنا كلنا معترفين ان احمد حجازي واحد من اهم المدافعين مش جاهز بشكل كامل التفصيله اللي تمام انا شايف ان طريقه اللعب بتاع دروي فيتوريا هي مراته كل المدافعين بتوع منتخب مصر مش بس حجازي مم. والدليل إن حجازي حتى كان راجع من اصابه في كاس الامم الافريقيه وكان بيلعب حجازي آه الوينش الونش كان بيبقى مصاب ويرجع من الاصابه في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت في نفس البطوله وكان بيلعب كويس مع كروش ليه منظومه دفاعيه بتحمي المدافعين انا التصور يعني انه مشكله حجازي في سباقات سرعه ده منها في سباقات سرعه كلها مساحات كبيره بيشتغلوا عليها فده اللي بيخليهم يظهروا بشكل مش كويس لو المنظومه اتعدلت حجازي هيظهر بشكل رائع جدا طيب خليني اسالك سؤال طيب. هو في اول ماتش اللي هو ماتش موزمبيق محمد هاني و... ومحمد حمدي م. يعني انت شايف ان هم كانوا مقصرين ولا طريقه اللعب اللي ظلمهم انا شايف ان الاثنين اتظلموا اه طيب احنا متفقين بجد الاثنين اتظلموا احنا طيب متفقين ان خط الدفاع هو زي ما كان لسه جيمي صالح ده شرح حاجات كتير لا إيه لا اقصد 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 الجزئيه المهمه جدا اللي هي بتاعت ان هم بيلعبوا في مساحات بعيده عن المرمى بكتير فبيضطروا مم. طول الوقت في كرات يشتغلوا على مساحات كبيره جدا فانت كمشاهد او كمحلل بيشوف انه اللعيبه دي بتتورط كتير قوي في اخطاء من على خط الدفاع بالكامل بكل اللعيبه اللي لعبت بصراحه فانا شايف ان الحاجات سنه مظلوم اعلاميا وهو بيتحط في مواقف صعبه هو راجع من اصابه فعلا آه. وده ده الحاجه الوحيده اللي تخلينا يعني نقول ان هو طبيعي انه يبقى بعيد عن مستواه بس يعني برضو زي ما اختلفنا هو البطوله دي ليها اكتشافات يعني انا طبعا. انا شايف ان مصطفى محمد اثبت البطوله عليك. دي انه مهاجم متكامل خطير. ما فيهوش غلطه يعني صح. مهاجم فعلا رجعنا كده سيدنا مهاجم المنتخب طبعا صح. وعمر مرموش كويس وعدينا مرحله بقى انه صلاح بس اللي في المنتخب انت طالع البطوله دي بتريزيجيه تريزيجيه يعني عامل بيلعب اه يعني بس تريزيجيه كده كده طالعين بيه من زمان بس زي ما انت قلتي مرموش يعني مصطفى محمد بيلعب معانا من زمان بس مصطفى الان نضج يعني بقى مصطفى مهاجم عالمي مصطفى فعلا مهاجم يعني يعني. متكامل ما فيهوش آه غلطه يعني مرموش كمان بعد ما كان اللي هو ايه منتخب مصر كسب لاعب جيد لا بقى لاعب جامد يعني زي ما أساسي انت قلتي يعني. انه بقى مش بس صلاح اللي عندنا بقى في لاعيبه ثانيه كويسه نعتمد عليها طب التشكيل كله مش تختلفي مع ابراهيم لا مش هختلف مع ابراهيم غير بس في زي ما قلت كده ان انا يعني هرجح ان ياسر يبقى جنب جنب عبد المنعم ويبدا بعمر كمال بدل هاني وفي الشوط الثاني هاني ينزل دي التبديله لانه فيتوريا بيغير مركز بمركز ما بيغيرش ترى ان نجيب يختلف معاك انت وابراهيم طبعا من غير ما اراهنك انا موافق من غير ما اراهنك كده كده هيختلف اتفضل يا جيمي اختلف هو بيختلف اتفضل مش هختلف معاك انا اختلف معاك من الاوضه اصلا طيب لا لا 4 4 2 هتورطنا ومش هنقدر ندفع ثمنها 4 4 3 4 3 اه بيروح ل 4 3 3 دبل بيفيت <applause> يلعب باثنين في وسط الملعب يكون هو ابراهيم رايح لفكره الدبل بيفيت بس مع ان هو يبدل اللعيب الثالث اللي في وسط الملعب عشان ما فيش امام عاشور ان انا ابدله بلعيب على الجناح والعب بالاثنين زيزو ومرمو وزيزو وتريزيجيه ومرموشو فانا هرجع ثاني في لقطه لقطتين معانا المنتخب الكونغو هاتوا لقطتين هم بيلعبوا عليها بيلعبوا عليها في الثلاث ماتشات بيلعبوا عليهم سواء كاكولو الباكرايت واي لعيب بيلعب قدامه بقى. بيلعب قدامه ثيو بونجوندا بيلعب متشاك ايليا ايا كان مين اللعيب اللي بيلعب قدامه في الجناح ضربوا بيها منتخب المغرب خمس مرات منتخب المغرب لما ما لقاش فيه حيله هنوقف ثواني لما ما لقاش فيه حيله ان هو يعرف يعمل ايه رجع بخمسه ورا وضربوا برضه بالخمسه ورا فانا اروح بقى العب وانا باربعه ومفضي وسط الملعب وبلعب على الطرفين والثغره اللي اتعملت ثلاث ماتشات وهنقول علاجها ايه بعد شويه اتعملت ثلاث ماتشات ناحيه الشمال بتاعتنا وهما بيلعبوا على الشمال بتاعه المنافس في الثلاث ماتشات اللي لعبوهم فانا اروح العبهم 4 4 2 لا طبعا بص يا كريم هنا هما عمليه الترحيل دايما اللي بيلعب اللي بيعمل عمليه الزياده الفروت بيدخل انسايد يسحب معاه السنتر باك ويسحب معاه لعيب مركز سته ويفضي ناحيه اليمين بيتضرب ويروح طالع اللعيب الظهير هو اللي يدخل ناحيه اليمين ويحطها الكره دي اللي تم تسجيلها فان انت عايز تلعب عليه يبقى يلعب عليه محمد حمدي او احمد فتوح في الغالب محمد حمدي يلعب ويبقى قدامه جناح تريزيجيه بس مفيش حد قادر لان عندي اثنين قافلين عمق الملعب لو واحد منهم خرج انا العمق اتكشف تماما طبعًا. انما ثلاثه قصه مختلفه روح للصوره اللي بعديها الصوره اللي بعديها على طول اهي اللعبه دي اتعملت تاني دخل يوان ويسا اهم لعيب في منتخب الكونغو وابرز لعيب كحاله فنيه مع برينتفورد واغلى لاعب كقيمه تسويقيه في منتخب الكونغو بينزل تحت يسحب مع الراجل مركز سته فطبيعي يطلع يقابله الراجل التاني يا اما الباك ليفت بيطلع يقابله لان هو رايح على الجناح يا اما بيطلع معاه قلب الدفاع التاني تتفضى يا اما للجناح اليمين يا لعيب يا لعيب وسط الملعب بيطلع ناحيه اليمين يا يا الباك عاملين ثغره ناحيه الشمال عملوها كم مره عملوا الكره دي في ماتش خمس مرات وعملوها طول الثلاث ماتشات بتتعمل تنجح او ما تنجحش لكن هم شغالين على طول الوقت ده مع سبيست اند سابر ما بلعبش 4 4 2 ابدا 4 3 3 يبقى اللغز حله عندي فيتوريا في وجهه نظري هروح لمحمد النني محمد حمدي مروان عطيه فين اختلافك الله. في التشكيل؟ سمعتني في الانترو؟ اه لا هو 4 4 4 3 سالي بس انت سمعتني في الانترو؟ <applause> لا والله بس انا قلت كده كنت اشكرك انا <applause> قلت مروان عطيه وحمدي فتحي اه لا, لا سمعتك دي انا سمعتك انا سمعتك وانا داخل انا مختلف معاك في حته صغيره قد كده اه إنه أنت قلت أربعة 3 تلاتة تلاتة ستة وتمانيتين بالظبط محمد النني وحمدي فتحي أنا هختلف في تفصيلة صغيرة أنا عندي مشكلة في التغطية على الظاهرين عشان أقفل ورا وأعرف أطلع لازم يبقى عندي اثنين واقفين دبل بي واثنين لعيبة مركز ستة مروان عطية حمدي فتحي قدامه محمد النني هو اللي هو اللي يقدر يعمل لي اللينك أب لأن أنا عندي مشكلة مع محمد النني في مركز ستة محمد النني المكان اللي يقدر يخدم فيه منتخب مصر مركز تمانية بالمناسبة يا سمر أهو محمد النني بطريقه اللعب زي احمد حجازي بالظبط بدائي جدا من طريقه انتقاله محمد يعني. النني إن اه انا هقول محمد النني مش الاحسن انه يلعب سته يلعب ثمانيه يبقى هايل جدا هيفرق كتير مع منتخب مصر طيب باقي التشكيل ايه يا جيمي؟ انا مش مختلف مع مع اللي اتقال خالص هاني خالص. هاني حجازي عبد المنعم حمدي الاربعه اللي, اللي ورا دبل بيفت حمدي فتحي مروان عطيه قدامه محمد النني ثلاثي امامي عمر مرموش ناحيه اليمين مش الشمال تريزيجيه ناحيه الشمال صح. وفرد مصطفى محمد 4 3 ده كمال كلام جميل بس انا ليه انا مثلا اخترت ان تريزيجيه يبقى على اليمين وعمر مرموش على الشمال عشان تريزيجيه لعب مع منتخب مصر على اليمين ولعب في في اسلون فيلا تفتكر كان بيلعب على اليمين في بداياته فانا شايف ان تريزيجيه لعبها شويه عن عمر مرموش اصلا مهاجم ولما بيميل حتى مع انتراكت فرانكفورت بيلعب على حته بيدخل انسايد بس بيبقى من ناحيه الشمال مش من ناحيه مليون اليمين مليون في المية فانا عشان كده ميال لتريزيجيه شويه هو اللي يبقى على اليمين ميزه تريزيجيه ميزه وفعاليته يا كريم ان هو رجله اليمين تبقى انسايد هطلعه على الخط العبه لاين وينجر يبقى انا اخترته انا ببتدي بزيزو لو انا هبت... ه... مش ه... مش هلاعب تريزيجيه شمال يبقى ابتدي بزيزو مرموش ولا شمال عظيم جدا احنا كده شبه خلصنا كلام عن منتخب مصر بس هنتكلم كتير عن ما حدث في مجموعات كاس الامم الافريقيه حتى هذه اللحظه بس نروح لبعض المنتخبات الاخرى وتحديدا المنتخبات العربيه خليكم معانا سمار <متصفيق> احنا كنا قبل ما نخش الفاصل على جيمي طبعا وكلمنا على محمد صلاح مش <applause> <applause> هنسالك ان انت طلعتني يعني. معاه <applause> محمد صلاح والتويته اللي كتبها النهارده وانه بدات الامور تهدى مع الناس شويه وبدا الراجل يتكلم مع الناس اخيرا يعني هما كانوا بيطلبوا انه ما تطلع تكلم ووضح معانا فالراجل النهارده قال لك انا بحب المصري بحبكم بحب الناس في مصر بحبها وبحب ناسها يعني الامور كده هديت وخلاص والراجل يجي يرجع يلعب معانا ومفيش مشاكل بص هو الناس هتفضل تنتقد صلاح الى يوم يبعثون يعني بس عارف. انا يعني خليني اقسم لك كلامي جزئين انا عمري ما هزايد على صلاح عمري ما هقول ان صلاح مش وطني ومش بيلعب مع المنتخب بنفس هي. القوه اللي بيلعب بيها مع ليفربول بس يعني الناس شويه معزولة ان احنا م. ايه شويه بتهزمنا توقعاتنا في صلاح مع المنتخب بس انا عايزه اقول لك تاني انه صلاح آه ما بيأثرش احنا بس اللي طول الوقت مستنيين له على الغلطه ايه ده ده في قضيه مهمه صلاح ما اتكلمش عليها فنطلع نضرب في صلاح ايه ده صلاح ده لعب الماتش لا مش ده الاداء اللي احنا مستنيينه صلاح بينفذ تعليمات المدرب يعني صلاح بيبقى حر لما بيلعب جناح انت بتلعبه مهاجم بتحاسبه على ايه هو صلاح بالنسبه لنا احنا شويه كبش الفداء وبص انت قلت جمله حلوه قوي انه توقعات الناس مع محمد صلاح هي اكتر من الطبيعي يعني لو انت محمد صلاح فاديني بقى ايه بص اللي فوق الخيال لكن العادي هو بيعمله يعني انه يبقى ملتزم مع منتخب مصر بيعمله محمد صلاح انه يساعد منتخب مصر بيعمله صلاح بس هو دايما الناس طالبه من محمد صلاح ما هو فوق العادي <applause> هو ما فيش خلاف ده من الحب الناس يعني دايما, دايماً اللي جات في تاريخ الكوره المصريه 100% بس يعني انت بتحاسبه على الاصابه انت آه فاهم احنا وصلنا أي لمرحله ايه احنا الم... أنا ال... جننت. انت ب... انت مصاب يعني هو ازاي يجي شد ويخرج بالظبط اه يعني اصابه يا جماعه لا هو هو توقعات الناس في صلاح يعني توقعاتنا فيه كبيره واحلامنا فيه كبيره بس هي المشكله ان الناس بقت يعني واخده دايما الجانب اللي هو بتاع الانتقاد بتاع صلاح طيب. اللي هو لازم يبقى ماشيين عكس الاتجاه ده يعني. انا عارف ان انت برضو عايز تقول راي فيما يخص محمد صلاح بس مش هسالك عن رايك في محمد صلاح هسالك عن مروان عطيه <applause> مش انا جاوبت هي جاوبت خلاص النهارده حلوه انا انا حاسس ان مع اصحابي فعلا طبعا طب جيمي مروان عطيه كمان من اللعيبه اللي عملوا دور واضح في منتخب مصر المباراه الماضيه وحابب تتكلم عن الموضوع شويه ايه سطرنا عشان هو كان عامل استراحه لا 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 لا. <applause> لا 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 هو سطر وسط ملعبنا سطرنا اصلا آه, آه. في حاجات الناس بتشوفها في الماتش مم. وفي حاجات لازم تتفرج على ماتش مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه عشان تطلع كل اللي الراجل ده عمله خلال المباراه حلو. عشان معانا فريمات كتير ووقتك بيجري يلا انا بص صعبان على ابراهيم نروح. بصراحه النهارده والله اتظلم دايما تثبت لجيمي فقره لوحده ما بيجيش معاه يروح يلا بينا يلا مروان عطيه يا كريم دايما لما اجي اتكلم على لعيب مركز سته انا أوه. بتكلم على ادوار ان هو راجل ديستروير بيقطع بس وان الراجل ده وظيفته ان هو يعمل لك ستاره زي ما انت كنت بتتكلم قدام الاثنين قلبين الدفاع لا مش بس كده تعالى دي الارقام بتاعت مروان قدام في مباراه كاب بس الراجل عمل تمريرات صحيحه عنده تمريرتين غلط في المباراه بالكامل ولاعيب وسط ملعب مش مهاجم الكره بتجي له 15 مره ولا 16 مره الراجل وصل له الكره 61 مره غير غلطتين فقط م. لا غير واحدة منه كانت في الدقيقة 89 بالمناسبة، تمريرات الطولية عمل تلاته تلاتة على ثلاثة، 100% استخلاص الكرة 10 مرات، الثاني في المباراة بعد إمام عاشور، دخلت النجحة تلاتة على أربعة، وعمل خطأين، فاولين فقط لا يلا اللي بعده نروح بقى لل لل أنا, انا على فكره انا عاجبني في الارقام اللي فاتت ديت التمريرات سواء القصيره او الطويله عشان دايما يقال انه النني والنني طبعا بيعملها بشكل رائع جدا وبيخرج بالكره بشكل سليم بس مروان كمان بيخرج بالكره بشكل سليم جدا فتضيف عليهم بقى آه. الاستخلاصات انه الراجل قادر يقطع قادر يسلم سواء طولي او قصير الحالات علشان الحالات كتير وهنمشيها على سرعتها ما توقفش معايا يلا آه بص يا كريم دي حاله في اول دقيقه وتبان عليها كل حاجه الراجل ده احسن لعيب في مصر بيلعب بره بيلعب جوه بيلعب في اي حته بيعمل سكان الكريتيكال سكان او الـ الـ المسح الحرج للكوره بيبقى في الاوقات اللي انت مضغوط فيها وعامل عليك فيها ضغط قوي او ضغط عالي او في اوقات معينه من المباراه الراجل ده طول الوقت ركز على دماغه وحرك دماغه الراجل ده بيبص قبل ما الكوره تجيله هل الكوره هنا جات له ما جاتلوش قبل ما الكوره تجيله هو باصص على الراجل اللي راح يقطع قدامه الراجل ده هيطلع يضغط معاه فباصص عليه عارف هو هيجي له فين الراجل محضر عامل سكان ياخد الكره ويعمل الباص روح بقى على الفريمز اللي بعدها على طول حاله حاله بص هنا هيستلم هيحطها ناحيه اليمين تمريره والراجل ضغط عليه بينه وبينه متر هو عامل سكان عارف الراجل واقف على اليمين فاضي هيحط له الكره اللي بعد انت قلت دقيقتين اللي بعد جاي تناكل جيم النهارده يا نفس القصه هو هنا حط الكره ناحيه اليمين ده نفس الفريم اللي بعد نفس القصه انا بتكلم هنا على لعيب على لعيب مركز سته الطبيعي ان هو الحركيه بتاعته دايما في الجزء الاخير لا الراجل دايما بيفتح لك زاويه تمرير الراجل قادر ان هو يظهر دايما في المساحه روح الفريم اللي بعده بص هنا ده دا دايما حل يا كريم لما الاقي اللعيبه واقفه بالشكل ده قافله كل زوايا التمرير الخط مقفول جوه الملعب مقفول عمق الملعب مقفول ارجعها اوري سنتر باك مقفول دايما اللعيب ده دا بيتحرك لو هو واقف ثابت مكانه لعيب مركز سته كلاسيك هيبقى عندي مشكله كبيره دايما اللي بيخلق القصة دي هو إمام عاشور، حل في الأزمة الدفاعية، حل في الخروج بالكرة حل في بناء الهجمة، ممتاز. هو لعيب متكامل واللي عمله في مباراة كاب ومن قبله إنه كان عندنا مشاكل كتير في التعامل مع جودة النني في مركز ستة، ماشي 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 الفريمز اللي بعدها، توديك في الآخر إن مروان عطية سطرنا تاني في وسط الملعب في مباراة كاب لازم يتم دعمه لازم يبقى في لعيب بيلعب جنبه لانه مش هيفضل يعمل كل الشغل ده يعمله لوحده فده بيأثر بشكل كبير جدا على الشغل بتاع قلبين الدفاع لازم نفس الفكره اللي شرحناها في الاول يبقى في لعيب تاني بيلعب جنب مروان عطيه عايز اشكرك بشكل عام يعني عشان انت بتدي اللعيبه كتير حقها ممكن في وسط التوهه بتاعه النجوم الهجوميين ما ياخدوش حقهم مروان عطيه من اكتر اللعيبه اللي المفروض تاخد حقها يا جيمي هما المنتخب المغربي من المنتخبات المرشحه جدا للفوز بالبطوله تحديدا بعد رابع العالم يعني عاده المغرب مرشح فوق العاده دايما بطولات افريقيا ولكن رابع العالم داخل بطوله افريقيا فطبيعي الناس هتقول لك ايه ده 100% هو البطل هل مستوى المنتخب المغربي حتى هذه اللحظه مرضي بالنسبه لك مستوى المنتخب المغربي في البطوله لحد دلوقتي هو بيمثل كلام وليد الركراكي في اول مؤتمر صحفي ليه قبل بدايه البطوله لما طلع بعض الصحفيين في المغرب هاجموه ان هو ما بيلعبش اللعب الهجومي وان انت معاك عناصر قويه تلعب لعب هجومي دايما وانك تبقى ضاغط كل المنتخبات وانت رابع العالم وطلع لهم قولوا لي اسم منتخب واحد بس منتخب واحد بس موجود موجود في افريقيا كسب البطوله وهو بيلعب كره هجوميه وبيلعب زي البرازيل، مفيش، قال احنا هندخل البطوله دي بنلعب بشخصيه وذكاء منتخب مصر اللي حصد بيها ثلاث بطولات صح. افريقيا ورا بعض، ده كان كلامه تحديدا، هل بقى الكلام ده اتطبق؟ هو فعلا المنتخب المغربي نقدر نقول انه بيلعب كره ذكيه ممكن وانت بتتفرج على ماتشات المغرب ما تحسش انك قدام منتخب مهيمن ما تحسش انك قدام منتخب قوي وفارض سيطرته وبيلعب تيكي تاكا ومحاصر المنتخب اللي قدامه لكنه بيلعب بذكاء كبير جدا جدا بيعرف امتى يهاجم المنتخب اللي قدامه عنده طريقتين هما اللي بارزين جدا في تسجيل الاهداف المنتخب المغربي سجل خمس اهداف منهم هدفين من كرة ثابته ضربه ركنيه هدف وهدف تاني من ركله حره ارتدت من الحارس وثلاث اهداف تانيين من ناحيه اليمين بالاختراق من ناحيه اليمين الجبهه الناريه عند المنتخب المغربي اللي دايما بيحاول يخترق منها بثلاثيه اشرف حكيمي حكيم زياش وناحي فدي ده المنتخب المغربي بيعمله لما نيجي نبص على ارقام المنتخب المغربي هنلاقيه مسجل خمس اهداف من اصل اهداف اهداف متوقعه ليه 6 و23% وده الاكتر في البطولة. في البطوله التسديدات مسدد 43 تسديده وهو الثالث في في البطوله مستقبل الهدف هو اقل فريق أقل فريق الهدف المتوقع, المتوقع ليه اه 2 تقريبا يعني اثنين وهو الرابع الرابع اقل فريق والتسديدات اللي عليه برده هو رابع اقل فريق 21. ده بيوضح لك ده اللي بيوضح لك هو فعلا بيلعب بذكاء هو هدفه ان هو عايز دايما يخلق فرص فده مخليه ان هو عنده الاهداف المتوقعه الاكثر لكنه في نفس الوقت مش ما بيضحيش بمنظومته الدفاعيه واللي هي بالمناسبه كانت نقطه قوته الكبيره جدا جدا في انجاز كاس العالم ان هو كان منتخب صلب جدا جدا دفاعيا منتخب بيتحرك دايما بخطوط قريبه دايما بيقفل المساحه على الخصم وبيحاول يعتمد على المرتدات بشوف بس اللي ممكن تواجه مشكله شويه للمنتخب المغربي مستقبلا هي فكره انه هجوميا هو عنده طريقتين اللي دايما بيركز عليهم في اللعب المفتوح الناحيه اليمين المنتخب المغربي تقريبا المباراه كله بيحاول يختارك من ناحيه اليمين لدرجه ان لما في الثلاث مباريات في 54% من هجمات المنتخب المغربي كانت ناحيه من ناحيه اليمين وال 46% الباقيين متقسمين ما بين العمق وناحيه الشمال فهو نقطه قوته الكبيره جدا جدا في اللعب المفتوح ناحيه اليمين وتركيزه كله على ناحيه اليمين لما المنتخب الكونغولي قدر يقفل الناحيه دي نسبيا على المنتخب المغربي تحديدا بعد استقبال الهدف الاول المنتخب المغربي ظهر أنه مش قادر يخلق فرص وليد الركراجي ظلم بايقاف اربع مباريات لا ما ظلمش يعني اللقطات اللي جت من الملعب هو احتك هو اللي دخل واحتك بلاعبي منتخب الكونغو وبلا سبب احنا ما شفناش اي مشكله من لعبي منتخب الكونغو داخل ارضيه الملعب ما شفناش انهم حد فيهم احتك مع الجهاز الفني او احتك مع لاعبي المغرب لعبوا ماتش فير جدا فمش عارف ايه وجه الاعتراض منه على ال على مع لعيب الكونغو ظلم <applause> يا <applause> سمر ولا لم لا بس هو ما بق... يعني هو وليد الكراكي من المدربين الكبار بس هو ما بيتقبلش الهزيمه <applause> فانفعل قوي لا المفروض انت قدوه لعيبتك يعني <تصفيق> <تصفيق> احنا لسه من شويه كنا بنتكلم عن صلاح الـ 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 يعني الناس معترضه على مبدا القدوه أوه. اللي هو انت كابتن الفرقه فهي بس مش شاره انت لازم تبقى ليدر يعني انت مدرب الفريق انت مدير فني لما اللعيب يشوفك بتنفعل وبتهاجم لعيبه الكونغو هو هيتصرف ازاي صح. هتتسبب في همجيه من اللعيبه ومن الفريقين وهي في الاخر بطوله كره القدم تلعب تلعب عشان الناس تبسط شايف ان العقوبه مبالغ فيه أوه. هو في الاخر راجل دخل في مشاده حصل ادت بعد كده لتطورات وده اللي انا اقصده بغلطته يعني تطورات خناقه بين اللعيبه في الكوريدور اللي مادي الغرف خلع الملابس لكن شاف ان كانت ممكن القصه مباراه او اثنين كانوا كافيين لكن اربع مباريات بتتكلم عليهم هيتنفذ منهم اثنين مع قفل التنفيذ انا بقول لك انت كان هي قصه بالنسبه لي كلها هو لو خد ماتشين كان ماتش وماتش او هو ماتش واحد كفايه لان انت في الاخر ما عملتش فعلا ما حصلش ضرب ما حصلش ما حصلش حاجه تم تسجيلها عليه حتى الكلام اللي طالع في الفيديو او اللي جه من المباراه او جه من الملعب في الفيديو بتاع المباراه لا طبعا مل... كانت بسيطه يعني كانت ممكن طيب. هو اللي هو بمنتهى البساطه يعني تحذير شديد اللهجه ياخد ياخد مباراه وفعلا و... هو عوقب عشان ما بعد ال... هو طبعا الو... وتسبب فيه. تسبب فيه تسبب تسبب في الحاله يعني... طيب سمر كلمنا على المغرب ناحيه تانية وللاسف يعني تونس والجزائر ظهروا بصوره آه... خارج التوقعات تماما تماما تحديدا المنتخب التونسي وحتى المنتخب الجزائري بعناصر ممتازه جدا ومجموعه قد تبدو سهله نظريا ياخد الاثنين ياخدوا المركز الاخير في مجموعته للاسف الجزائر بالنسبه لي كانت مفاجاه يعني انا كنت متوقع ان الجزائر مثلا يطلع اول مجموعته فكان بالنسبه لي اسوا سيناريو لمصر ان يعني احنا نصعد افضل توالد فنقابل الجزائر م. فالجزائر بتخرج يعني ومدرب كمان معاهم مدرب كبير قوي جمال زي جمال بالموضوع. بالماضي طبعاً. البطوله دي اطاحت بيه يعني فمفاجاه طبعا خروج الجزائر وحقيقي أنا مش عارفة السبب هو معاه عناصر قوية جدا معاه لعيبة هايله معاه لعيبة على مستوى عالمي والكرة في أفريقيا أصلا تطورت يعني مستوى اللعيبة في إفريقيا فعلا مستواهم ما بقاش زي زمان خالص يعني فمفاجأة بصراحة خروج الجزائر تونس كمان يعني بس أنا بالنسبة لي الجزائر كانت مرشحة أكتر يعني أسوأ السيناريوهات اللي توقعتها الجزائر ما تطلعش دلوقتي ما تطلعش من دول المجموعات يعني تونس آه، تونس ادائها برده كان مفاجاه يعني تونس من اول ماتش لا يدوا لك احساس كده انه لا مش هيكملوا يعني أوه. يعني كانت المنتخبات العربيه في المجموعات في دور المجموعات كلها بلا استثناء ما حدش قدم مستوى يتقال عليه انه ده هيبقى هيفوز بالبطوله ممتاز، دي ممتاز ممتاز هجي لك على افضل تشكيل في دور المجموعات بس انا الاول عايز اخلص المنتخبات العربيه واسالك على المنتخب اللي يسعد اللي أوه. يشرح القلب المنتخب العربي المنتخب الموريتاني اللي بيظهر بشكل محترم جدا في هذه البطوله إحنا عشان نبدأ في رحلة المنتخب الموريتاني ممكن نجيبها من من فترة طويلة إن المنتخب الموريتاني من سنة 95 لسنة 2003 المنتخب الموريتاني ما كسبش أي مباراة، ما كسبش أي مباراة لا ودية ولا رسمية ولا أي حاجة، دخل في نفق مظلم طويل جدا لحد ما جت سنة 2010 تحديدا وهي دي كانت بداية ثورة الكرة الموريتانية لما ساعتها تم انتخاب أحمد ولد يحيى إن هو يبقى رئيس الاتحاد الموريتاني وقتها في سنة 2010 فالراجل كان عنده الخطه بتاعته بدايتها هي الدوري الموريتاني ازاي يقدر يطور الدوري الموريتاني من ناحيه التنافسيه ازاي تبقى البدايه بالبنيه التحتيه للكره الموريتانيه عشان يقدر يخرج منها لاعبين بعد ثلاث سنين بعد ما ما الاتحاد الافريقي بدا يحس فعلا ان في تطورات بتحصل في الكره الموريتانيه هو طلب ساعتها ان هو يحصل على دعم ب مليون دولار من الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي دعم دون وخد فعلا ال مليون دولار وحطهم بالكامل في 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 مراكز تطوير الناشئين والبنيه التحتيه ما حطهمش خالص على الفرق الكبيره وكان هدفه وقتها وهو قالها بشكل صريح في 2000 في 2013 ان هو بعد عشر سنين يكون موجود ضمن كبار قارة أفريقيا بالجيل اللي هو بيبدأ يطوره وبيبدأ يشتغل عليه في 2013 واللي هو فعلا دلوقتي شفناه ان هو موجود مع مع الكبار وبيتأهل لكأس أمم أفريقيا المنتخب الموريتاني تواجده في في البطولة النسخة الحالية هو الثالث ليه على التوالي وكان ذكاء كبير جدا جدا من أحمد ولد يحيى ان أول ما أمير عبده قرر انه يرحل من تدريب منتخب جزر القمر وهو اللي عمل نقدر نقول انه عمل تاريخ منتخب جزر القمر في في كاس امم افريقيا بعد ما حقق بهم انجاز تاريخي مع جزر القمر النسخه اللي فاتت وقدر يطلع منتخب غانا بسيناريو اقرب لمنتخب الجزائر ذكاء كبير جدا جدا منه ان هو قرر يتجه لمدرب زي امير عبده واثبت جدارته الكبيره في قياده منتخب بنفس وضع منتخب الموريتاني وهو منتخب جزر القمر عجبني جدا جدا في امير عبده ان هو واثق جدا في فريقه حتى رغم ان النتائج انا بشوف ان ظلمته جدا في اول مباراتين المباراه الاولى خسر براك الجزاء في الدقيقه 95 صح. وقعد في المؤتمر الصحفي قبل مباراه الجزائر وقال ان احنا زي ما خرجنا غانا النسخه اللي فاتت نقدر نخرج الجزائر النسخه الحاليه وطلع ليه تصريح قوي جدا جدا بعد المباراه قال ان انا وريت لعبت بس في المحاضره اللي قبل الماتش ان كل المواقع وكل الجرائد بتتكلم عن ازاي المنتخب الجزائري هيلعب محدش مهتم احنا هنلعب ازاي فاحنا عايزين نخليهم يهتموا بينا احنا, إحنا داخل ارضيه الملعب لازم يهتموا بينا احنا وده اللي انا قلته لللعيبت بس عشان هاي. احفزهم قبل المباراه وفعلا شفنا دون داخل ارضيه الملعب فانجاز هو عملوا قبل كده مع جزر القمر وف... بيعملوا مع موريتانيا ويستحقوا ال... يعني الكره الموريتانيه بشكل عام برافة. عن تطورهم الكبير اخر عشر سنين وفي الاخر احمد ولديه يحيى للهدف اللي هو بناه من عشر سنين لما حط خد الفلوس بالكامل حطها على قطاعات الناشئين واللي ابرزت لينا اللعيبه اللي موجوده حاليا في المنتخب الموريتاني بيحققوا اول فوز لهم في تاريخهم في كاس امم افريقيا ويتواجدوا في دور 16 لاول مره في تاريخهم قد يكون الحظ رؤوف بيهم شويه طبعا منتخب كاب فيردي منتخب اظهر قوته الكبيره جدا جدا في المجموعات لكن يبقى منتخب مش بخبرات كبيره زيه زي وزي المنتخب الموريتاني ممكن موريتانيا تكسب كاب فيردي ان شاء الله إن شاء انا عندي احساس ان موريتانيا تكسب كاب فيردي بالظبط برضه مفاجات البطوله دي كاب فيردي آه كاب فيردي طبعا, طبعاً يعني متخيل انه اسهل ماتش في مجموعتنا لا بس انا يعني. عندي احساس ان موريتانيا هتكسب كاب فيردي مش عارف ليه هو كاب فيردي هتقدم المنتخب رائعه جدا بس موريتانيا ان شاء الله يعملوها باذن الله انا حاسس عايز تقول تشكيل والله براحتك <applause> انا قاعد ساكت خالص انا شايف ان انت قلت <applause> تشكيل قبل الحلقه احنا موافقين عليه <applause> هتختلف مع التشكيل طلال كيف؟ الكاف ولا أوه. هو, هو؟ معه في حاجات متفق معاها وفي حاجات لا طيب يعني هتحط مصريين طيب؟ في لعيب مصري واحد الله يفتح عليك مصطفى محمد حريت لك. اه يعني عشان ما تكلمش بره بعد كده ما والله لا مصطفى محمد خسس اونو في حراسه المرمى ومعانا التشكيل جاهز اتمنى لو موجود يعم يعني يعم في حراسه المرمى حارس مرمى الافيس وحارس مرمى غينيا الاستوائيه قدم مباراه كبيره جدا قدام نيجيريا في المباراه الافتتاحيه قدم مباراه كبيره جدا اه ده خيسوس اونو حارس مرمى غينيا الاستوائيه قدم مباراه كبيره جداً, جدا قدام نيجيريا في المباراه الافتتاحيه قدم مباراه كبيره جدا قدام منتخب كوتيفار واللي يشوف النتيجه يقول لك ده كان وان سايد جيم وغينيا الاستوائيه 4-0 الكره ما لحقتش ناحيه الحارس واحد من نجوم المباراه شال كرات صعبه جدا جدا فبالنسبه لي زي ما منتخب غينيا الاستوائيه مفاجاه كيسيز اونو حارس المرمى بتاع الافيس الاسباني هو مفاجاه الحراس في هذه البطوله افضل حارس في تشكيلي لدور المجموعات خط الدفاع ما فيش شك طبعا اشرف حكيمي ما فيش منافسه في الظهير الايمن الظهير الايمن واحد من افضل الظهراء اللي بيلعبوا يمكن في العالم مش بس في افريقيا أه قلبين دفاع أه خليدو كوليبالي السنغال وتشانسل بيمبا الكونغو وبمناسبه تشانسل بيمبا هو كل حاجه واللي بيحرك خط الدفاع واللي بيطلع بالكره واللي بيعمل كل حاجه في الخط الخلفي المنتخب الكونغو الديمقراطيه اللي يلعبونا يوم الاحد نتمنى وده اللي اتخانق مع وليد الركراجي ايوه هو تشانس <applause> لمبيمبا هو اللي عمل المشكله مع وليد الركراجي وواحد من اغلى اللاعبين قيمه تسويقيه بالمناسبه في افريقيا ولاعب عنده خبرات كبيره جدا سواء بريمير ليج او في الليج او في, في الدوري الفرنسي واخيرا كالفين باسي لاعب بفولهام في الظهير الايسر خط الوسط دي ساماسيكو ويمكن كانت في خناقه كده وقعدت ادور كتير وقعدت يعني احترت في لعيب مركز ستة لعيبه كتير ادت مروان عمل مباراه كبيره لكن متوسط الثلاث مباريات كمعدل استخلاص ومعدل قطع ومعدل اعتراض للكرات اللعيب الاعلى في البطوله هو ديديسا ماسيكو لاعب منتخب مالي جورجين كودو الجناح الكاميروني اللعيب الوحيد اللي عامل خطوره في المنتخب الكاميروني لاعب نادي ضمك السعودي لامين كامارا السنغال مفاجاه البطوله افضل لاعب شاب في افريقيا عز الدين قناحي طبعا المغرب خط الهجوم هداف البطوله إميليون سوي ومصطفى محمد مهاجم منتخبنا يستحق التواجد في الخط ده قبل بس ما اقفل التشكيل في لعيبه من منتخب مصر كانت تستحق التواجد لكن الحاله اللي عليها وان احنا ما خدناش نقط كتير كناش موفقين وفي لعيبه تانية في نفس المراكز خلتني مثلا ما اخترتش مرموش خلتني ما اخترتش تريزيجيه كان اكتر اتنين كنت انا بحاول ان هم يدخلوا لكن ترتيبهم جه متاخر شاب بعد المراكز كنت كان مصطفى محمد الحمد لله الحمد <applause> <applause> التشكيله اه عشان مصطفى محمد عشان مصطفى محمد وعشان اشرف حكيمي و انت عندك تشكيله برضو اه يلا عشان على الفاصل بقى يعني اول ما جيمي يتكلم قالوا لي نطلع فاصل على طول اه بس جيمي نطلع التشكيله برضو انت ممكن تقرا لان انا مش شايف يلا جيمي يكمل خيسوس اونو غنيه الاستوائيه نفس الحارس اشرف حكيمي ضهير ايمن كيالوندا جاسبر السنتر باك بتاع منتخب أنغولا لوجان كوستا كاب برجع تاني ارتر مساكو غالبا ارتر آه أرتر, ارتر مساكو, مساكو آه آه بعد كده خط الوسط انا عارف هو بيجري عشان الفاصل <تصفيق> <تصفيق> ابو بكر كويت موريتانيا لامين كامارا السنغال عز الدين قناحي المغرب كيفن انكودو الكاميرون خط الهجوم ايميلون سوي ومصطفى محمد تشكيله متقاربه يعني في بسيطه قوي نفس التشكيل دي؟ هي نفس التشكيله بس انا متفق مع ابراهيم <applause> هي عمليد. نفس التشكيله بس انا الابرز برضه هي نفس اختلافنا في تشكيل مصر هو جيمي مكرر ال 4 3 وانا مكرر ال 4 انا رايح يعني كنت رايح مع جيمي المنتخب هيلعب 4 3 طيب احنا هنروح لفاصل ولسه مكملين مع جيمي وابراهيم وسمر كلام حلو والقعده حلوه كمان خليكم معانا يلا يعني بحضراتكم مرة أخرى سمر بقى وإحنا في الفاصل كانت بتطبخ لنا تطبخ لنا شوية أرقام حلوة بقى أرقام جامدة وسمر في الأرقام مفيش أشطر منها سمر هتوديكم في حتة دلوقتي هتلم لكم كل البطولة كلها أنا قلت صح ولا غلط؟ صح ولا شكل ما قلتش <applause> <لا انتو تقلل تصفيق> <applause> صح؟ لا أنت قلت لا ما تجيبيش أرقام كويس لا أنا لا. سمر دايما هي بتجيب أرقام كويس طيب إيه أبرز الأرقام اللي شفتيها في دور المجموعات حتى الآن في كأس الأمم الأفريقية؟ يعني إحنا هي معانا الأرقام كلها يعني هو بس خلينا نبدا بالحاجه اللي تفرح <applause> ان احنا اسرع هدف كان من نصيبنا يعني مصطفى محمد للاسف كان أو... يوم وحش قوي كان يوم <applause> وحش فعلا بس كان اسرع هدف وبعد كده اسرع هدف كانت بقيه المباراه وحشه بس انا بحب بحط اسامي اللعيبه المصريه في بدايه الكلام كده فاحنا مصطفى محمد جاب جون في الدقيقه قلنا يا جماعه الارقام بتاعت السمر ما تكسفوناش بقى يا جماعه احنا عاملينها ارقام جيمي في لحظه سمر وسمر وسمر يلا بينا ماشي عايش أهداف المنتخبات غينيا الإستوائية 9 أهداف، السنغال 8، آآآ كاب فيردي 7، مصر 6، مصر سجلت 6 واستقبلت 6، أنجولا 6، المغرب 5. يعني غينيا الإستوائية أقوى هجوم. أقوى ماشي. هجوم بس الـ الـ يعني أكتر فريق يعني أكتر فريق سجل من المتوقع كان المغرب، يعني حققوا فرص من المتوقع كانت المغرب. هايل. بعده يا شباب. موزمبيق الاهداف المستقبله موزمبيق سبعه غينيا بيساو سبعه جامبيا سبعه غانا سته مصر سته الكاميرون سته أه هو كان في اهداف كتير في في البطوله بس يعني. ايه ايه لفت نظرك في الاهداف المستقبله دي؟ أه ان لا لا ارجعوا يا شباب على الرقم اللي أنا خلونا نمشي واحده واحده مصر ارجعوا يا شباب للي قبلها في لقطه في لقطه اه في لقطه حلوه ان كل اللي قبلنا دول خرجوا صح؟ أه بل كل احنا بس اللي تاهلنا يعني كل الناس هم. اللي دخلوا فيهم اهداف كتير لا وكمل حاجه تانية. يعني انا عايز اقول لك حاجه على تاهل مصر خايفه تزعل يعني احنا بص كلهم خرجوا لا بص احنا دخل فيهم اهداف كتيره زينا والكاميرا مصر, خرجوا. مصر, مصر يعني احنا احنا اللي اللي اه اللي قبلنا اهو عشان احنا كل بتاعنا ده بعنوان ربك لما يريد يعني احنا بص ربنا راضي ان احنا نتاهل فتاهلنا لكن احنا لعبنا لا لا لعبنا لعبنا بس يعني مش المتوقع مش الطبيعي بتاعنا طبعا احنا ما بنتاهلش بثلاث نقط بنتاهلش ثاني مجموعه بس ده في ناس خرجوا بس يعني المهم ان احنا تاهلنا بس انت عندك حاجه ما احسن حاجه بس التوفيق بيجي للناس ال انت كنت واقف عند قصه, قصة الاهداف المتوقعه اه أنا لا يعني الاهداف المستقبله ان الموزمبيق دخل فيها كتير غينيا دخل فيها كتير الاهداف المتوقعه المتوقع تسجيلها فينا المتوقع واحد من 73 آه. دخل فينا سته ده رقم كبير يعني هو من سبع تسديدات استقبلنا سته يعني برافو عليك 89 هدف في دور المجموعات خلال 36 مباراه الجوله الاولى شهد أو اول اول جوله خالص كانت 27 هدف والجوله الثانيه كانت 28 هدف والجوله الثالثه 24 هدف بعده ثلاث اهداف عكسية أه، غينيا الاستوائية وغينيا بيساو وبعدين غينيا بيساو في نيجيريا وبعدين جامبيا والكاميرون ماشي 21 فوز من 36 مباراة يعني 21 فوز والباقي تعادلات 15 تعادل 12 تعادل ايجابي واتنين وتلاتة سلبي ممتاز لا اصبر ده لسه في 20 رقم كمان مستعجل ليه؟ <applause> اه دي قلناه عمرو عمال يقول لي طيب تايم <applause> وبتاع خمس و... ما انا بحاول انجز له آه، يعني. الشوط الثاني كان كان في تسجيل اهداف اكتر من الشوط الاولاني يعني في كل دور المجموعات يعني من اول ال... في خلال ال 36 مباراه شهدت مباريات تسجيل 32 هدف في الشوط الاول و57 هدف في الشوط الثاني الله يفتح عليك لا أنكب ادينا حبه كمان ماشي اديله فرصته اه <applause> اديله <أو دينا> فرصته <تصفيق> 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 اربع بطاقات حمراء و115 بطاقه صفراء حلو مفيش مفيش كروت حمراء كتير يعني اعتقد اربعه ده في 4 في 36 4 في 36 مباراه يعني, يعني. حاجه هايله بس 150 أه. بطاقه صفراء 11 ركله جزاء اهمهم ضربه جزاء شاطها صلاح اللي خدها مصطفى محمد وشاطها طبع. صلاح يعني طيب الذكر ده يا من محمد طبعا هاتريك وحيد مهاجم غينيا الاستوائيه ميلو انسوي اللي الشباب اختاروه في في التشكيل طبعا اسرع هدف ابننا مصطفى محمد اكيد آه يعني في الثانيه 88 دقيقه وثانية 28 ثانيه آه المدربين بقى اللي رحلوا دول رحلوا خلاص دول خلاص يعني عادل آه. عمروش تنزانيا كوت ديفوار هتكمل يعني هم كوت ديفوار هتكمل البطوله يعني بس كوديف... المدرب مش هيكمل المدرب مش هيكمل آه. عادل عمروش تنزانيا ده اول الراحلين ده اللي يعني اللي شويه الاتحاد المغربي هو اشهر حاجه آه. عملها في البطوله دي تصريحاته بس مدرب جامبيا ده اللي من المدربين اللي كان بيتقال ان الزمالك بيفوضوا اه. اتمنى ان يكون لا مم. جمال بالماضي يعني من المدربين الحقيقه يعني مفاجاه بالنسبه لي البطوله دي يعني قدري... وجلال قادري وجلال قادري تونس هو <عوي> أنا بالصدفه ورحل بشكل <applause> سيء <applause> رحل بالاداء مش بالصدفه بالظبط <applause> <applause> رحل بالاخفاق <applause> 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 سمر شرفتي ونورتي كنت سعيد جدا بتواجدك معايا النهارده <applause> شكرا انا اتبسطت معاك <applause> جيمي نورت الدنيا <تصفيق> حبيبي جيمي نورت الدنيا ربنا يخليك يا كريم يا رب يخليك ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معانا اشوفكم يا رب